تمام. هو عمر حط هنا دي دايرة أردوينو، حط المقاومات هنا 1 2 3 4 5 مقاومات، تمام، حطهم هنا في مكثف هنا 100 نانو، ليد عشان باور انديكيشن. بص يا شباب، انا برضو في حاجه حابب اشوف انتباهكم ليه. مشكله ان انتوا بتاخدوا اللي انا بقوله في السكشنات كانه قران، تمام. يا ريت الناس ما تتعاملش مع اللي انا بقوله بالمبدا ده. انا بقترح عليك حاجات او بنتناقش مع بعض او بنحط سوليوشنز، مثلا مش معنى ان دي خلاص اللي هو تاخد دي ما تضيفش عليها حاجه او ما تعدلش فيها او الكلام ده. فانا مثلا عملت معاكم السيشن اللي فات البورده بتاعت الارتوي، جميل، ما حطيتش بالنات للباور، جيت لقيت البورد اللي مبعتها لي كلها زي ما انا عاملها بالظبط، ولا في يعني ما فيش تعديل، ممكن بس حد نقل من التوب لاير للتوب لاير او من البوتوم لاير للتوب لاير. ما فيش بالنات باور مثلا، ما فيش جزء بروتكشن. يعني المفروض بقى ان الحاجات دي احنا اتفقنا اللي هو ايه، خلاص بقت حاجات ما يعني المفروض ما نتكلمش فيها كل سيشن بقى، خلاص فاهمني. فهنا مثلا البورده بتاعت عمر تمام ما فيهاش اي مشكله، زي ما قلت الباور ان احنا نحط الدايود ريفرس، حتى لو الحاجه الكونكتور ذات نفسه مش هيبقى فيه مشكله في الباور، احنا بنقول ان هو برضو ايه حمايه زياده، تمام. الكونكتور اس بي اي تمام مفيش مشكله. كريستاله زي ما قلت في التعليق اللي فات من شويه، ان انا اخلي الكونكتورز كلهم اللي هم اس ام دي بوبين في البورده من فوق او في التوب لاير، تمام، عشان لو هثبت واحط اكريليك تحت ابقى شايف المكونات، الا لو انا عندي الدنسيتي بتاعت المكونات او كثافه المكونات كبيره برص مكونات فوق ومكونات تحت، زي ما هنتكلم على السربرايز ان شاء الله في اخر الايه الميتنج، هتكون حاجة كويسة يعني. فأتمنى أتمنى أتمنى الناس تفضل لآخر الميتنج، تمام. ده شكل البوردة من الجهة التانية، ماشي. الراوتنج، طب أنت يا عمر طلعت كده بزوايا 90، يعني أنت طلعت ومشيت كده، أنت عندك المسافة دي فاضية، كنت ممكن تمشي كده على طول ستريك للجزء ده، ونفس الكلام اللي فوق. المشكلة دي يفضل تكون المكثفات قريبة من المايكرو كنترول فعلا، يعني ده شيء اساسي، لان هو الهدف من المكثفات ايه يا شباب؟ المكثفات ال 104 اللي انتوا حاططها او اللي هي ال 100 نانو ايا يكن زي ما تسموها، او المكثفات العدسيه، هي الغرض منها انها تشيل لك النويز، دي الغرض منها تاني انها تشيل النويز. فانت لما تحطها بعيد عن المايكرو كنترولر، يعني انت ما حققتش التارجت اللي هي محطوطه علشان، لان ممكن يحصل يعني النويز جيت مثلا قبل الكنترولر بكتير، حلو، حصل لها النويز ريدكشن عن طريق المكثف 104 ده، ان هو عمل لها شنطه على الجراوند او وصل النويز دي، خدها ووصلها بايه؟ بالزيرو فولت، فبقاش في نويز. طب جيت بعد كده عند رجول الكنترولر تاني بعدها بشويه، دي نويز تاني، يبقى انت ما تخلصتش من النويز دي. فهو الصح ان المكثفات تكون جنب بالنات الباور بتاعت الكنترول، تمام، او قريبه منها، يعني اضعف الايمان انها تكون قريبه منها. زي ما قلت انت المشكله دي يا عمر، ان البنات هنا او ان التراكات ذات نفسها الليدات اللي تحت دي اتعمل لها ميرور بالغلط. لا هي مش عمل لها ميرور بالغلط، هي ممكن تكون هي موجوده فوق، موجوده فوق اهي، تمام، موجوده تحت، دي مش معمول لها ميرور بالغلط، هي اللي مصمم اللايبراري ذات نفسها اللي انت منزلها عامل فيها تي وبي، يعني عاملها في التوب وعاملها في البوتوم، تمام، فهي مش معموله بالغلط. انت حطيت هنا ريجليتور في البوتوم لاير، تمام، مفيش مشكله، سويتش 6 طرف، حطيت الاس كي والميزو والموزي، هما الميزو والموزي والاس كي دولت موجودين كده كده في اس بي اي، فده ما فيهوش مشكله. الحته اللي انا كنت اقصدها بقى تراكات، التراكات اللي متوصله هنا دي طالعه بزاويه 90 ولفه كده، دي انت بتبقى شايفها كده وسايب المساحه الفاضيه دي كبيره، لان انت هتبقى ظاهر الدبل لين. يعني لو انا رجعت كده اهي، المفروض هنا دي في الجزء ده كده التراكات اللي احنا كنا شايفينها من الناحيه الثانيه، فانت عشان تبقى ظاهر الدبل لاير فانت مش شايف ان في مساحه فاضيه. فانا زي ما قلت لما تيجي تشتغل يعني تشتغل في كل لاير لوحدها بعد ما تخلص راوتنج، زي ما عملنا المره اللي فاتت، بتظهر كل لاير لوحدها، اظهر البدائل، اظهر البايز والبادز مع البوتوم لاير مثلا،
وابدا اظبط بقى التركات المساحات الفاضيه دي، ابدا اعمل اظبط التركات تاني زي ما كانت، سواء 90 دي بلاشها اللي هنا دي، تمام، اظبط التركات دي، ممكن ازود السمك شويه زي ما عملنا اخر عشان اللي فات، الكلام ده كله ده تعليق. خير، ماشي، مش مشكلة. المكثفات اللي انت حاططها دي بتفكرني باللبان اللي هو مش فاكر كان اسمه ايه والله، بس كان فيه لبان بالشكل ده كده، شكله مضحك يعني. مش فاهم ايه الرمز، رمز اكسس، تمام، ده الشكل ال 3 دي. حد عارف تي كيو اف بي دي مختصر ليه؟ يعني مكتوب على الاي سي دي تي كيو اف بي 32، يعني ممكن تسيرش عليها كده لاخر الميتنج. ام دي بورد باشمهندس غادة حسين، يعني الحمد لله في تطور في الالوان، اللون الازرق الستاندرد، تمام. هنا بقى في حاجه خلت المكونات كلها في البوتوم لاين، تمام. بس خلينا نشوف الاول هنا التراكات، نفس التعليق هو، انا بدل ما امشي بالتراك ده بزاويه كده كنت ممكن اخده ستريت، بس عشان ابقى شايف التراك اللي تحت، التراك اللي هنا ده رفيع قوي، فمش عارف هو كام مللي. سين كواد فلات باكج بالظبط، دي اللي هي نوع الباكج ذات نفسه بتاع المكون الالكتروني. فانا كنت حاطط لكم الكورس بتاع باشمهندس محمد يوسف، فيه الرولز هتلاقي الحاجات دي مشروحه فيه بالتفصيل الممل، بس مش مطبق على تولز. احنا دلوقتي كل اللي بنعمله تطبيق على التولز نفسها، تمام. التراك ده يا باشمهندس رفيع، لو انت شايفه البورده الباشمهندسه موجوده، تمام. في ايه تاني؟ التراك اللي نازل من فوق ولف شويه وراح جاي نازل تاني زجزاج ده، ممكن ننزل الاستريت على طول زي ما هو، زي ما قلت تبقي شايفه ان في تراك تاني تحته في اللاير التانيه، فمتبقيش واخدة بالك منه، تمام. يعتبر مفيش حاجة هنا في البوردة دي تاني في التوب لاير، يعني خلينا نشوف البوتوم لاير. ماشي، البوتوم لاير بقى المكونات كلها في البوتوم لاير، تمام. ماشي، بلاش الفايز تبقى قريبة قوي من بعض زي كده او زي كده مثلا. ليه بقى؟ انا بقول ليه بلاش الفايز قريبه قوي من بعض؟ الحاجات دي هتحسوا مشاكلها قوي لما تيجوا تلحموا دايره زي دي. هتيجي تلحم دايره ممكن سن الكاوي يبقى عليها صغير غصب عنك مش بمزاجك، يروح جاي ملمس لك اتنين ايه فايا مع بعض، فكده عمل لك شورت سيركت بينهم. تاني حاجه قلت، انا اكدت على السيشن اللي فاتت، السلك سكرين او اسم المكون ما يبقاش تحته فايز، يعني ما اكتب كتابه زي دي واحط تحتها فايز، دي بتعمل مشاكل للمصنع ذات نفسه اللي هيصنع البورد، تمام. نفس الكلام مع اسم الات ميجا 328 تحته فايز، تمام يا شباب، لان هو بيضطر يعمل الفايز دي بتبقى ترسيب نحاس بيجي بعد كده يكتب عليها، دي بتعمل له مشاكل لان انت على هوا، فاهمين قصدي؟ دي المشاكل اللي ممكن تحصل، او المشاكل اللي بتبقى عامله له مشكله، المشاكل اللي عامله له مشكله. حلو، المشاكل اللي عامله. ماشي، التراك اللي هنا فين؟ فين؟ شايف حاجة اللي بتعلق عليه؟ التراك اللي لافف ده نفس الوضع، هو لافف من بره قوي كده، يعني مش شرط يطلع من بره قوي، تمام؟ يعني تعليقات بسيطة بس بتفرق. ما نرفعش التراكات قوي للدرجة دي، يعني بلاش التراك الرفيع قوي ده، يعني احنا قلنا ما يعني مينيمم 3 من 10، وما نستخدمش الثلاثة من عشرة ده هو مينيموم بالنسبة لنا. احنا ممكن نشتغل مثلا 4 من 10، 5 من 10 مللي، تمام. والتعليق اللي فات بقى زي ما قلت، يعني المرة الجاية احنا هنعمل برضه تاني النهاردة إن شاء الله، ما نخليش المكونات كلها في الإيه؟ في البوتوم ليج. 3 دي باكج كويس جدا، ماشي. بوردة اسلام نجم، اسلام ياسين نجم ولا ياسين اسلام نجم؟ مش موجود، مش موجود اصلا، مش عارف انت تسمع الريفيو بتاعه ولا لا.
بس الكليرنس سلام ياسين نجم ماشي. الكليرنس بين التراكات وبين البوليجون صغير جدا، فده لما يجي يتصنع هيعمل مشاكل ان هما يبقوا قريبين قوي من بعض. تمام. تاني حاجة، بلاش الزوايا 90، بلاش التراكات تبقى رفيعة قوي للدرجة دي، وبلاش نحط برضو المكونات الاسم دي كلها في البوتوم لاير. انت هنا دخلت البين هيدرز لجوه، طيب الزيادة اللي بره دي ايه لازمتها؟ تمام، يعني ما نكبرش حجم البوردة ده، كل ما نكبره يكلفنا اكتر. لما تيجي تشوف البوتوم لاير مش هعمل فيها بوليجون، ده اول تعليق. تاني حاجة بلاش يعني ستريت، وفي زوايا كده الهرمي ده بلاشه. تمام، هو كويس وكل حاجة، بس يعني انت زي ما قلت لك انت بترسم لوحة، فما تأذيش نظر اللي قدامك. يعني يخليك فنان وانت بترسم التراك، او انت محرك التراك من نقطة لنقطة رايح لنقطة تانية، خليك فنان وانت بترسم التراك ده. تمام، يعني انت اللي هيجي يبص للبوردة دي انت بتعمل له تغذية بصرية، وانت لما تشوف دوائر بي سي بي معمولة قبل كده، فدي تغذية بصرية. انت بتشوف هو اللي كان بيعمل التراك او اللي بيرسم البوردة دي اتحرك من النقطة دي للنقطة دي ازاي؟ ليه ما لفش مثلا في المكان ده؟ وهكذا، دي تغذية بصرية زي الناس اللي بتشتغل في الفوتوشوب مثلا او في الجرافيك ديزاين. ما هو ده كل فترة بيعمل كده، اللي هو ايه؟ التغذية البصرية، بيجيب تصميمات يقعد يبص على التصميمات اللي معمولة قبل كده، الكلام ده كله. وانتوا كمان نفس الكلام، كل فترة كده لازم تشوفوا التصميمات، لازم تضيف ناس في مجالك لو انت مهتم بمجال البي سي ديزاين، تشوف الناس اللي شغالة، الدوائر اللي هم عاملينها، الكلام ده كله. فبرضه هنا التراكات قريبة قوي من بعضها. يعني انت الموضوع التراكات رفيعة قوي وقريبة قوي من بعضها. فدول اعتقد دول لو المشكلة بتاعتهم اتحلت بس كده يعتبر ما عندكش مشكلة. وزي ما قلت ما نخليش المكونات كلها في البوتوم لاير. لو هنصنع دبل لاير يبقى الافضل تبقى ايه؟ توب لاير، عشان نبقى شايفينها بعينينا لو فيها مشكلة نلحقها. دي بوردة احمد انديل، بس دي ده التصميم اللي فات اللي هو كان بالتخصص بالاردوينو شيل. ماشي يا عم احمد انديل. هو انت بس الفكره انت غيرت ال، ما احنا قلنا ديزاين رولز يا حازم، في كورس كامل للديزاين رولز لباشمهندس محمد يوسف، انا حاطه في لينك، حاطه في الديسكريبشن بتاع الفيديوهات على اللينك. تمام، هتلاقوا بلاي ليست كامله حاجه و40 فيديو بالتفصيل الممل شرح فيهم الرولز، بس مش مطبق على طول. احنا زي ما قلنا، انا كنت قلت لكم الكلام ده في اول الشرح، الهدف ان انت عشان تتعلم بي سي بي ديزاين صح تكون عارف رولز، بعد كده تطبق ايه بالرولز، تطبق الرولز دي على طول معينه بقى، التول دي اللي هي الكاد ديزاين اللي احنا شغالين عليها، ايا كان بقى التيم كي كاد. في برامج كتير، انا كنت عامل رود ماب احطها لكم برده في الديسكريبشن للبي سي بي ديزاين. انت هتتعلم الكترونكس كويس الاول، بعد كده تتعلم الرولز وتطبق الرولز دي وانت بتدرسها على اي برنامج بقى او اي تول. يعني السوفت وير ده ما هي الا تولز انت بتستخدمها، برامج السوفت وير سواء الايجل سواء الالتيم سواء البروتس وهكذا، في برامج كتير للبي سي بي ديزاين. تمام بالظبط، ده يعتبر افضل محتوى عربي معمول في البي سي بي ديزاين حاليا، فاهمني؟ اللي هو بتاع مهندس محمد يوسف. وان شاء الله برضو اما افضى كده هقعد اعمل تنقيح تاني بقى للكورس ده، ويتسجل تاني بجوده اعلى، كل واحد يتفرج يكون في امكانيات محترمه. يعني ان شاء الله باذن الله كل واحد غير اللاب او في امكانيات يبقى حاجه محترمه، يعني تبقى على اكثر من سوفت وير بقى. يعني مش هيبقى اكيد مش هيبقى سوفت وير واحد مثلا زي الايجل، يعني نطبق على اكثر من سوفت وير، التيم كيكاد وهكذا، الحاجات اللي هي فري اوبن سورس، يعني تحس يبقى فئة كبيرة، لأن المحتوى العربي فعلا مهضوم حقه في الحاجات دي. هي دي ايه؟ تمثل الزيدية. أحمد الدسماني، أحمد أندي. ايوه معاك. تمام، هي السي واحد والسي اتنين والسي تلاتة دول ايه؟ كباستور؟ كباستور لريجوليتور. بس الكباستورز دي مش اس ام دي صح؟ كبيرة يعني أحجامها كبيرة، مش هتلاقيها موجودة، احنا بنتكلم في الحاجات تكون متاحة. تمام؟ تمام. طيب ده ايه اللي هنا ده؟ ده المفروض دي سي جاك. ما ده برضه نفس الكلام،
مش هتلاقيه موجود. احنا قلنا شكل الدي سي جاك اهو، اجيب لك صوره مثلا تكون اللي هو ده، تمام؟ ده اللي هو الكي اتش اي، ده اللي موجود في السوق، تمام؟ تمام. طيب خلينا نشوف ايه تاني. اللي هنا دي فاريبل ريزيستور، ايوه برضو مش هتلاقي الفاريبل ريزيستور الاس ام دي، يعني مش في السوق المصري ان هو بيفتقد شويه في مكونات الاس ام دي، تبقى مش موجود او يعني فقير في مكونات الاس ام دي اصلا، اغلبها مش موجود. ولو لقيت بتلاقي قيم معينه واحجام معينه كده، فدايما الواحد لما بيجي يعمل حاجه اس ام دي خاصه في مصر بجيب المكونات الاول قبل ما الف الدايره، عشان ما اجيش انا اصنع واجي الاقي مشكله، ده مقاومه مش موجوده، بس مش موجود، بيبقى عامل ازمه، تمام. الراوتنج هنا بص، التراك ده اهو اللي نازل جاي كده، ده انت ممكن تنزل بيه ستريت على طول. ماشي، تراكات المواتير كبيره زي الفل، هن دول المفروض كانوا دول الموتورز. دي مش الشكل، الروزيتا اللي هتستخدمها، احنا قلنا الروزيتات هتلاقيها في الكونكت بي تي ار 500، ولا اما تستخدم المقاس 300 او الايه او ال 200 او ال 500 زي ما تحب، تمام. والمكثفات بس هتتظبط. قلنا بلاش الوايز بقى تحت الايه، تحت اي سولدر او تحت اي سلك سكرين او اسم مكون او الرمز بتاعه، بلاش سولدر ماسك يبقى تحته. نفس الوضع، بلاش الفايل قريبه قوي البادة دي الا لو كانت رايحه لنفس البادة، تمام. ولو كانت رايحه لنفس البادة، انت لو كملت على طول، هي البادة دي، ما هي البادة دي بتبقى واصله في الدبل لاير، يعني ممكن توصلها هنا على طول من فوق او من تحت عادي من غير ما تعمل الفايل لاير. ماشي، خلينا نروح على اللير الثانية. يعني أنا نظري مش مأذي، فأنا عيني طالما مستريحة وهي بتبص للبوردة فده بقى شيء كويس. طب تبص كده لازم تبقى أول انطباع اللي هو الفيرست امبريشن كده اللي أنت بتاخده عن الحاجة اللي قدامك. الزجزاج ده أهو بلاشه، يعني إحنا بقى دلوقتي بقى ندخل في إيه، التكنيكال بقى والفنيات بقى. الزجزاج ده بلاش، يعني انت اكنك بتحط مقاومه، نفس الكلام مع الزجزاج ده برضو بلاش. الجزء اللي هو نازل مطلع ده انا ممكن ناخده 45 ونطلع بيه على طول، او هي الفايا دي اصلا، يعني انت ممكن تدخل على الفايا دي على طول بدل ما تروح للباد، تمام. الزاويه 90 دي بلاشها، زاويه 90 وزجزاج تاني هنا اهي، تمام. حاجات بقى اللي هو بنتكلم فيها كل سيشن، بلاش الزاويه 90، بلاش الزجزاج بيعمل مقاومه، الكلام ده كله. لا اما نكون ستريت، لا اما زوايا 45، لا اما ايه كيرفد. تاني حاجه اللي انا كنت بعلق لك عليها، ان انت حددت ابعاد البورده خارج النطاق اللي بيبقى نازل له، يعني انت لو كنت سبت البورده بشكل الاردوينو كانت هتطلع لك بايه، بالشكل اللي هو تحت ده، ابعاد الاردوينو بالظبط. انت لما عملت دايمنشن لاير بره، انت حذفت الدايمنشن لاير كانت بتاعت الاردوينو، شيل، تمام، فغير لك ايه شكل البورده، تمام. دي مش مهندسة مروة ام دي، ماشي. الصورة مش عارف متبكسلة قوي بس ماشي، هحاول يعني انا هحاول ابص عليها. اول تعليق، مش عاملة بوليجون، تمام. البوليجون مهم عشان ان هو احنا بنقول هو اقرب نقطة ان هو بيبقى متصل بالجراوند، فهو اقرب نقطة تفرغ لي النويز فيه، تمام. الفايا اللي جنب الباد على طول دي بلاشها، احنا قلنا نفس الكلام، لو انا معايا تراك اهو عايز اوصل له الفايا، هيوصل على طول من غير ما اعمل الفايا بالباد، هيوصل من غير ما اعمل الفايا جنب الباد على طول، تمام. خلينا نروح للجملية. المشكلة إن البكسلة مدخلة المكونات كلها في بعضها، يعني أنا بحاول أبص بنظرة للدايره ان انا كنت شايف المكونات كلها كويس. تراكات المواتير كبيره وده شيء كويس، بلاش الزاويه 90 اللي هنا دي. نفس الكلام، او لو ده تراك فماشي، الباقي يعني لا تعليق، يعتبر مش شايف حاجه محتاج اتعلق عليها. لو هنعمل فايز في البدات، ما نكبرش الدريل، يعني الفايا اللي هنا في البادا دي اكبر من البادا ذات نفسها. لما باجي اعمل فايا في قلب بادا، البادا مثلا بتبقى 2 من 10 مللي،
ما احط انا الفايه 1/10 مللي او 1/100 مللي، ما احطهاش 3/10، تبقى اكبر من حجم الباده. يعني انا عملت دريل اكبر من حجم الباده، تمام؟ دي هتعدي لي قصدير لما اجي الحق عليها اللي هي الثانيه. ونفس الكلام التعليق اللي فات عليها اللي هو الايه الماسك بقى، هنا نفس التعليق. دي بوردة الأردوينو. نحاول نرص البوردة. رص البوردة أو شكل البوردة ذات نفسها ده يعتبر نص الشغل، ده الأهم من الشغل، ضبط الشغل. في حاجة أصلا يعني مثلا لو باجي أشتغل في بوردة، أول حاجة كنا بنعملها مع بعض إيه؟ أول حاجة بنعملها هي إننا بنرص المكونات. يعني إحنا بنرص المكونات خالص من غير ما نعمل رسم، دي أهم نقطة بالنسبة لنا. شكل البوردة بعد في النهاية بعد ما أرص المكونات شكلها عامل إزاي؟ طب المكون ده يبقى على اليمين، ده يبقى على الشمال مثلا، بخلي اتجاه الكونكتورز كله في اتجاه واحد، ولا اخلي حاجه مثلا في اتجاه اليمين وحاجه في اتجاه الشمال، وهكذا. هنا كويس ان المكونات كلها موجوده في لير واحده، تمام؟ بالظبط. هو رص المكونات بياخد وقت اكتر من الراوتنج، لان انت بتدور رص المكونات ده، لو اترصت صح هتصغر لك البورده اصغر ما يمكن، تمام؟ يعني البورده اللي انا عاملها ال 25 60 دي كنترولر 100 رجل، فيها يو اس بي تو تي تي ال، فيها 2 يو اس بي تايب اي بيطلعوا على 2 اكستنشن بورد بره، فيها لوجيك ليفل كونفرتر بيحول من 3 و3 ل 5 ومن 5 ل 3 و3 في اي سكوير سي، فيها 5 يو ار هاردوير، فيها 2 شانل انالوج، فيها اس بي اي كوميونيكيشن، ففيها كل حاجه. والبورده كلها اصلا 5 سم في 8 سم، فاهم قصدي؟ فانت كل ما بتصغر او كل ما بترص المكونات بشكل صحيح بتصغر حجم البورده، هتقلل حجم الراوتنج معاك، فبتسهل عمليه ايه، او هتقلل وقت الراوتنج، فبتسهل عليك الموضوع ذات نفسه. انا المشكله الصور بس هي مكسله، فانا مش شايف تراكات قوي، ان انا شايفهم كلهم قريبين من بعض. بس انا برضو التعليق اللي علقته هو رص المكونات في نقطه، النقطه الثانيه البولي، تمام؟ البوتوم لاير ماشي، بلاش التراك اللي هو طلع بره وراح جاي نازل تاني هنا تحت ده، تمام؟ التراكات اللي هي 90 بلاشها، التراكات الرفيعة قوي دي، يعني انت جيت هنا رفعت التراك قوي، بلاش ان التراك يبقى ماشي عريض يا شباب ونرفعه قوي، لان احنا كاننا ايه، انا ماشي في طريق ماشي فيه 100 عربية، طريق عريض، يعني الطريق مثلا عرضه 10 متر، وجيت خليت عرض الطريق في نقطة أو في طول مثلا الطريق طوله 100 متر، جيت أنا حطيت 20 متر منه بعرض 10 متر، و10 متر من الطريق خليت عرضهم 5 متر، يبقى لو الطريق قبل في العرض ال 20 متر كان ماشي فيه 20 عربية، في 5 متر هيجي يمشي كام؟ 5 عربيات. يبقى أنا كده عملت إيه؟ خنقت الطريق أو حطيت مقاومة. فإحنا مش عاوزين النقطة دي، هنحاول نبسط على نفسنا وما نعملش مشاكل، يعني ما نخليش الدوائر يطلع فيها مشاكل، تمام؟ انا كل زي ما قلت، كل ما التراك يبقى اكبر بيقلل لي ان الريزيستنس ذات نفسها او اللاين ريزيستنس بتاعت التراك ذات نفسه، تمام؟ نروح للي بعد عشان ننسى اسماء ثاني، حد شكلها منضمه جديده للموضوع، وخلينا نعلق على البورد. لا، ما انت اوقات بتضطر تصغر عرض التراك عشان تعرف توصله. لو انت عندك مشكله تعمل ري راوت، امسح تراك، امسح تراكين، امسح 3 تراكات، بس اطلع لافضل شكل ممكن وافضل نتائج ممكنه واقل عدد من الخسائر، فاهم قصدي؟ فاهم قصدي؟ يعني ان انا دلوقتي لما بمسح، لما يبقى عندي تراك ما صغروش عشان اعرف اوصله، اشوف ايه المشكله اللي مش مخليني اعرف اوصله اصلا. طيب باشمهندسة أسماء سالم لو سمعاني، مش عارف هي موجودة ولا لأ، أعتقد لأ. تمام. السويتش ده أنا هعلق ونشوف الريكورد. يعني السويتش ده مش هو اللي إحنا مستخدمينه، إحنا قلنا السويتش اللي إحنا مستخدمينه هتلاقيه في لايبرري اسمها سويتش أوميرون. هتلاقي السويتش اللي هو أول سويتش تقريبا 4 أطراف بريس أو مومنتري، إن هو مجرد ما انا طول ما انا ضغط عليه بيفضل محافظ بحالته، لما اشيل ايدي هيرجع ايه للديفولت ستيت بتاعته. اللاير اللي بتشتغل او بتعمل راوتنج فيها
تبقى البوتوم لاير، تمام. الاسم ندخله جوه البورده، لو هنصرف اسم المكون. الشيب بتاع البورده بيبقى في الدايمنشن لاير عشان البرنامج يقدر يحدد ان ده شكل البورده، تمام. ده التعليق على اول تاسك. تاني تاسك اللي هو كان الباور ديستريبيوشن سيركت، بلاش الزوايا 90 هنا، زوايا 90 تاني فوق اهي، وهنا برضو نفس الكلام. النقطة دي والنقطة دي هي واحد، فاحنا بدل ما كنا نلف كده كنا ممكن نأثر على نفسنا الطريق ونوصل بإيه؟ على طول بدي كده، تمام؟ موجودة؟ تمام. طب أنت أكيد سمعت التعليقات اللي أنا قلتها، يعني هنا بلاش الزاوية 90 دي، بلاش الزاوية 90 اللي فوق، يا إما نخليهم زاوية 45 زي كده، تمام؟ أو كيرفد، إن هو يبقى نازل إيه؟ كأرك كده أو كوبس، تمام؟ البوتوم لاير ماشي، او قلنا نفس الكلام، هو الزاويه 90 بدات تظهر هنا اهي، كليرنس كويس. التراك ده بدل ما تنزلي اوت قربي من الدايمنشن كده، ممكن ترفعيه فوق شويه بحيث ان انا ما اقربش من حرف البورد، بحيث ان انتوا لما تيجوا مثلا تعملوا دوائر بي سي بي او تيجوا تصنعوا او هتعملوها يدوي، تعملوا ايه؟ بتجيبوا نحاسه تحمضوا تقطعوا، في النهايه بتراجعوا ايه؟ شايلين الزياده. ممكن انت بتقص الزياده في النهايه، لو هتطلعي البورده بالحجم بالظبط ممكن تغير التراك لو حط ده، يعني التراك ده ممكن يتقطع وانت بتقص البورده بالصاروخ مثلا، او تشيل الزيادات اللي في البورده، او التراك اللي هنا نفس الوضع. هنحاول نخلي فيه ايه؟ التراكات تبقى جوه البورده وبعيده عن الاحرف قوي، يعني مش تبقى بعيده قوي قوي، يعني اللي هو تبقى بعيده بشكل مناسب لما اجي اقطع. دايره الاي ار، تمام. التعليق على الفتحات التثبيت تبقى 3 مللي، دي تقريبا 3 من 10 مللي مش 3 مللي، تمام. 3 مللي ده اللي هي ابعاد المسامير اللي هتبقى موجوده. التراكات ما فيهاش اي مشكله، بس في التراك اللي الزجزاج اللي نزل ب 93 دولار. اي في ار 32 بت ماشي، ما فيش مشكله. ما اي في ار 32 بت هيبقى زيه زي ال 8 بت، فاهم قصدي؟ يعتبر بالنسبه لهم في الراوتنج هيبقى واحد، هو نفس الكنترول. دي البورده للسنسورين ماشي، بنز كتيره شويه. طب ما احنا بدل ما نشتغل على 32 بت، هو نفسه ال 32 بت، مشكلته ان هو مش موجود في السوق. احنا ممكن نشتغل على 25 60 و8 بت في السوق 100 بن، عايزين نشتغل عليه السيشن الجاي مفيش مشكله، اللي هي اخر سيشن انا ما عنديش مشكله. تمام. ايه تعليق بسيط، ارجع تاني. ماشي زي ما تحب براحتك. انا عايز اخليها الجايه لسبب، السربرايز اللي هتكون معموله ان انا هختار افضل اصغر تصميم، او افضل اصغر تصميمين، او افضل اصغر 4 تصميمات، وابعتهم يتصنعوا في الصين على حساب للاشخاص اللي صمموهم، تمام. طيب كل تصميم هيتبعت هيجي منه كام نسخه؟ هيجي منه 5 نسخ. فانا لما نختار افضل تصميمين هيجي كام دايره؟ 10. يبقى صاحب التصميم كده كده اساسي هياخد بورده، هيتبقى كام؟ 4 من كل تصميم. يبقى لو انا اخترت تصميمين هيبقى هيجي كام بورده؟ 10. 2 هيروحوا لاصحاب التصميمات، يعني واحد لصاحب التصميم ده، واحد لصاحب التصميم ده، يبقى 8. ال8 دولت هيتعمل عليهم سحب عشوائي. سحب عشوائي ان احنا هنختار الناس اللي موجوده، او الناس اللي كانت ملتزمه وموجوده للنهايه، تمام. ولكن مثلا عندنا اكتر من 10 اشخاص، هنعمل سحب راندوم كده على 8 منهم. لو العدد اللي هيبقى موجود في النهايه كله 10 اشخاص بس، خلاص يعني اصحاب التسكين اللي سلموهم افضل اصغر تصميمين هيبقوا هم سعداء الحظ ان هم ياخدوا الدور بتاعتهم، والباقي هيتوزع على باقي الناس، تمام. طيب لو انا بقى، انا كنت بتكلم لو عدد الناس كبير، لان انا لما نزلت البوست وقلت يا جماعه الناس اللي ما دخلتش اللي فاتحه السيشنات ومحتاجه تدخل الكامب، لقيت الجروب عدده وصل لاكثر من 150 ممبر او 150 ممبر تقريبا، فتوقعت ان السيشن هيبقى فيه مثلا 30 40 شخص،
فقلت انا هفتح الموضوع بدل ما هم يبقوا 3 تصميمات او تصميمين بس، نخليهم 4 تصميمات مثلا. الاربع تصميمات دولت لما يبقوا تصين يعني هيجي 10، هيجي 20 دايره. فاحنا بدل ما كنا هنوزع جيف اوي واحده وانا هدي لك حاجه انا اللي عامل لها راوتنج بايدي، لا انت اللي هتعمل الراوتنج بايدك انت. ليه انا اخترت ان انت اللي تعمل الراوتنج بايدك وان انا ابعت لك تصميم يتصنع في الصين ويجي لك وانت اللي تجمعه؟ ده هدي لك يعني ثقه في نفسك انت في التصميمات اللي انت بتعملها، ان انت تبقى اول مره تمسك حاجه نظيفه انت اللي مصممها بايه. فايه الفكره ان انا ادي لك تصميم انا اللي مصنعه او انا اللي مصممه؟ انت برضو حته الثقه في النفس دي لسه مفتقدينها، لان انتوا ما بعتوش حاجه تتصنع بشكل محترم او حاجه الكواليتي بتاعتها كويسه، حاجه دبل لاير. يعني اغلب التعامل الناس اللي انا شفته دلوقتي يعتبر في نطاق ايه؟ السنجل لاير بالظبط، عشان تعرف الاخطاء. غير كده انا لما الناس يعني لما اكيد لما الناس لما اختار افضل اصغر تصميمين ده هبقى بختاره بناء على كل حاجه، بناء على المكونات اللي انت حاططها، بناء على الاسكيماتيك، بناء على حجم البورده، بناء على الفانكشناليتي بتاعت البورده ذات نفسها، الفيتشرز اللي بتقدمها. لان انت كل ما يعني كل واحد فيكم هيعمل بورده على كنترولر معين، وليكن مثلا حد هيعمل على كنترولر 328، وحد هيعمل على كنترولر ثاني 328، وحد هيعمل على كنترولر ثالث 25 60 مثلا. بس انت بالنسبه لك يعني انا مثلا هقول للناس ايه؟ والله يا جماعه اقصى مساحه ليكم 5 سم ب 5 سم، تمام؟ جه حد عمل اقل من كده والله زي الفل. جه حد عمل دايره 5 سم ب 2.5 سم وحط كمان دايره جنبها 5 سم ب 2.5 سم، والله تمام مفيش اي مشكله. انا عايز اقول لكم حاجه، انا في فتره كورونا كنت عامل بورده اوريها لكم برضه، بروح اعمل اللي انت عامله. كنت عامل بورده في المسدسات اللي هي بتقيس درجه الحراره عن بعد دي، كنت عامل البورده بتاعتها، البورده كانت 2 سم ونص 5 سم تقريبا، 5 سم في 2 سم ونص. هوريكم حجم البورده قد ايه، كان عليها كنترولر وكان عليها كل حاجه. يعني انا لو كنت هبعت التصميم كنت هصنع 40 بورده، لان البورده 5 سم او مثلا 10 سم في 10 سم، كنت احط عليها كم بورده؟ كنت احط عليها 4 بوردات جنب بعض في 4، يعني 8 بوردات على كل بورده، كان هيجي لي كام؟ 40 بورده بسعر 5 بوردات، تمام؟ ما انت كل ما تصغر كام دولار؟ والله على حسب الشحن والجمارك. لما انا لما بتعامل مع السير دي برضه هنا في مصر بتحسب بالسنتي، فاهم قصدي؟ اقل من 50 سنتي بتحسب بجنيه. يعني البورده الواحده هتبقى واقفه عليك 50 جنيه، لو هي مثلا 50 سنتيمتر مربع، تمام؟ اللي هو مثلا 5 سنتي في 10 سنتي مثلا، لو 5 في 5 مثلا هتبقى كام؟ 25 سنتي، هتوقف عليك ب 25 جنيه. فلما تيجي تعمل 5 دوائر، لان اقل عدد 5 دوائر، فلما تيجي تعمل 5 دوائر هيبقى واقفين عليك ب 125 جنيه، وهكذا. عايز تشحنها مثلا المحافظه اللي انت فيها بتضيف تكلفه الشحن، فاهم قصدي؟ كبرت المساحه هتزود في السعر، فاهمني؟ اه، هما مسؤوليتهم ان هما يدخلوها ويخلصوا الجمارك والشحن والكلام ده كله. فخلينا نكمل تعليق على البورده دي. التراك اللي انا واقف عليه دلوقتي بالماوس ده، اقل عدد 5، اقل عدد 5 او اقل عدد 5 دوائر. التراك اللي انا واقف عليه بالماوس ده، بلاش ان هما يبقوا 2 البوينت اللي هما متوصلين ببعض دول قريبه من البدايه بتاعت الجراوند، لما تيجي تلحمي هيوصلوا مع بعض. بلاش دي، نفس الكلام التعليق مع التراك اللي هو نازل من البادة مقرب من البادة الثانية دي، ينزل ستريت كده ومن بره البادة اسحب لايه؟ اليمين او للشمال زي ما انا عارف. كنت قلتها في سيشن من السيشنات، حتى في الاس ام دي نفس الوضع. انا ببقى عايز اوصل دايرة او اوصل بادة، ما بوصلش من جوه البادة واسحب 45، بس اطلع بره البادة شوية وبعد كده اعمل ايه؟ زي 45 او الكيرف اللي انا محتاجها، تمام؟ فتحة التثبيت اللي في النص دي ب 3 مللي مش 18 مللي، والاطراف نفس الوضع. والدايره اللي كانت بعد كده اللي كانت 5 شانل اي ار، قلنا ده مش عملي. يعني انا لما اجي انفذ الدايره عمليا ما احطش السنسورات للجنب، بخلي السنسورات الليد دي الاي ار ليد تبقى اول حاجه هتقابل اللاين، يعني تبقى ايه؟ وشها لتحت كده، يعني الاي ار ليد بعدها الفوتو ايه؟ دايت او ترانزستور.
وهنا نفس الوضع، الاي ار ليد بعدها سلايد او ترانزستور، بحيث انا محتاج اول حاجه تقابل الناين هي الاي ار، عشان لما يحصل ريفليكشن يرجع لي ايه على الفوتو ترانزستور او الفوتو دايت. وصلت؟ دي الدائره اللي بعدها، يعني كما انطباع مبدئي عالي جدا، بس زاوية 45 هنا وزاوية 45 هنا. الزاوية 45 دي هي الزاوية 90 دي أكتر حاجة صراحة عيني بتيجي عليها، لأن هي بتبقى مؤذية صراحة. أنا ملاحظ بس اللي هي زاوية هنا زاوية 90 أهي تحت، هنا هنا برضو في زاوية 90، هنا زاوية 90، وهنا زاوية 90. بلاش التراك اللي هو قريب قوي من البادة ده، دول هيبقوا عاملين شورت سيركت مع بعض. تمام، وقلنا المشكله دي بتتحل ان انا وانا بعمل راوتنج بختار اوبشن بوش اوبستكل، يعني لو انا في عوائق قدامي اعمل لها بوش، عشان لما اجي اقرب من تراك او اجي اقرب من باد هيقول لي ان في مشكله، فالتراك ما يقربش ايه بشكل كبير، يعني ما يعمليش مشاكل. تمام ماشي. انا مش عارف ايه هنا البوتوم لاير هتيجي او البوتوم لاير اهي، هنا برضو تراك 5 تراك 90، هنا تراك 90 90 نفس الكلام. تراكات دي مواتير، يعني المفروض الروزيتا دي والروزيتا دي دول هيتوصل عليهم مواتير، المواتير دي بتسحب تيار عالي وليكن مثلا تسحب 600 مللي. التراك ده ما ينفعش اعمله رفيع لان مش هيستحمل التيار اللي المواتير هتسحبه، فقلنا بنكبر التراكات دي، بلاش الزاوية 90 هنا وال 90 تاني هنا وهنا. تمام، نفس الكلام الزاوية اللي هنا طالعة من البدا دي، قلت بطلع كده ستريت بعد كده اخد الزاوية 45 اللي انا عايزها. تمام، هنا نفس الوضع مع البدا، هي بطلع ستريت بعد كده الزاوية، بطلع ستريت بعد كده الزاوية، هنا ما يبقى بدا زي دي بطلع بره بعد كده زاوية، هنا بطلع من نص البدا وبعد كده زاوية، او من الجنب بعد كده الزاوية زي ما انت عاوزة. بلاش الزاوية 90، يعني هي الزاوية 90 اكتر حاجة شايفها مكررة. تركات الباور نخليها كبيرة، لان يعني الباور ده اللي بيغذي البورده كلها، فانا لو عملت تراك صغير وانا بحاول اسحب باور كبير، لو الدايره حتى بتمديني باور كبير مش هتقدر تمشي تديني الباور ده، لان التراكات ممكن تتحرق او تطير، مش تقدر تديني الكارنت اللي انا محتاجه. تمام، خلي تراكات الباور اللي هي ال 5 فولت او الجراوند، ال 5 فولت والجراوند والكلام ده يبقى ايه التراكات تبقى كبيره. تمام عاش. ده اللي هو كان ايه، دي نفس البورده ولا دي حاجه تانيه؟ اعتقد نفس البورده. لا مش نفس البورده اعتقد، او نفس البورده بس هو اللاي اوت، يعني انت مساحه الدايمنشن لاير، فهو البرنامج بقى شايف البورده كلها عباره عن دايمنشن. تمام، بس دي ما مش نفس البورده. لا او هي او هي البوليجون، هو هنا البوليجون مش ظاهر، انا ممكن مثلا انت ما كنتش عملت البوليجون قبل ما تظهر الشكل ده. تمام، وفي هنا حاجات مش عارف ممكن ما كانتش ظاهره هناك، يعني زاوية 90 احنا علقنا عليه. تمام، دايمنشن لاير بقى نيجي نحددها بعد البورده، ده هنتكلم عليه السيشن دي، وهنروح نصمم شكل خاص على برنامج مثلا زي السوليد ووركس، نيجي نضيفه على الايجل ونعرف نضيفه ازاي. تمام حازم، لون عظمه ستاندرد. تمام، حاطط هنا الليدات انديكيتور بتاعت الدي اكس والار اكس، والليد عشان تبين الباور. عظيم، انت ممكن تحط الليدات بقى اس ام دي بالمره، يعني انت عملت بلاش الدي اتش دي، ممكن تحط 0805 كليدات. تمام، وموجوده في مصر، انا وريتها لكم المره اللي فاتت كنا شغالين عليها بدايره الاي ار، عشان كده انا بقول لكم بلاش الناس الكلام اللي انا بقوله مش قران، يعني تيجي تحط دايره تعمل اس تي صغر حجم البورده بقدر المستطاع طالما الكومبوننت تفتح. تمام ماشي، انا ما فيش عندي اي تعليق هنا على البورده، يعني بغير لك على اي غلطه حاسس اي تراك اي زاويه 90 كده اي حاجه. خلينا نشوف البوتوم لاير الزجزاج ده اهو، بس انت هنا عشان انا مش عارف ايه ده. ماشي، وانت ممكن تمشي شويه كده تسحب فوق كده شويه. تمام، فايز قريبه من بعض ماشي، ما احنا علقنا عليها قبل كده مره،
الفايز القريبة من بعض دي لما تيجي تفحم هينسوا بعض. التراك ده يعني نزلت وطلعت بلاش، يعني تمشي امشي على طول ستريت كده نفس الوضع التعليق هنا، امشي ستريت وبعد كده اطلع فوق. تمام، زود 90 هنا اهي، بس ده التعليق على الايه البورد. انا هقول لكم على غلطه شنيعه كنت عاملها في تصميم برضو من التسرع، عشان كده ما تتسرعوش، انتوا بتصمموا دوائر وراجعوا الحاجه مره واثنين وثلاثه وعشره. 3 دي موديل العظمه، مكثفات العدسيه عامله زي العدسيه، عشان كده بيسموها مكثفات عدسيه، اللي هي مكثفات 104 بتاعت الميز وال 22 بيكو. تمام، خليت ايه ماشي، دول برضو ايه التعليق ان انا اخليهم ايه فوق. ال اف تي 232 ده غالي، تمام، في بديل ليه السي اتش 340 جي، ده سعره 20 جنيه، انما ده سعره عند رام 65 جنيه، اللي هو اصلا الاردوينو كله بيجي سعره 90 جنيه وبقى بيجي شبان، هم بيستغلوا ان الناس ايه محتاجه الحاجه. ده اخر حاجه كده، تمام، ده اخر حاجه ايه حازم معاك. المفروض ان دي اللي احنا كنا عملناها المره اللي فاتت مع بعض. خلونا بقى نعمل ده كده. طيب الناس دلوقتي كل الناس هيرفض الرولز بتاعت المسابقه الجديده ايه؟ في حد لسه ما يعرفش الرولز بتاعت المسابقه الجديده؟ هنختار او انا هختار افضل الغلطه اللي انت عملتها. هقول لك دلوقتي، هفتح تصميم رول، هختار افضل اصغر تصميم. تمام يا شباب، هختار كام تصميم؟ هختار 2، يعني على العدد اللي قدامي ده انا اخترت 2. اقصى حاجه ليكم مساحه 5 سم دبل لاير، فانطلقوا بقى معاكم لحد هنقول مثلا النهارده كام، اهم حاجه قبل العيد اسبوع مثلا 14 يوم مثلا، بحيث الدوائر تلحق تيجي ونعمل عليها سيشن. النهارده مثلا 25 اف بي، تاسك الجديد ولا على كله؟ ايه اللي على التاسك الجديد ولا على كله؟ لا انا افضل اصغر تصميم ده، انتوا هتختاروا تصميم انتوا اللي هتصمموه بدماغكم انت، يعني انا مش هقترح عليكم حاجه معينه، انا هقترح عليكم كنترولرز وانتوا بقى تصمموا وتعملوا اردوينو نانو، تعملوا مثلا بورده مصغره لاي حاجه في دماغكم، يبقى بورده عليها سنسور معين، الكلام ده كله، وانا بناء عليه هقيم الدوائر اللي هتيجي من ناحيه كل حاجه زي ما قلت، تقسيم بقى الاسكيماتيك، تقسيم اللي اوت شكله هيبقى عامل ازاي، المكونات، تسميه العناصر والمكونات ذات نفسها واوضاعها والكلام ده كله. تمام، طيب انا هفتح الحاجه، انت بتقول لي الغلطه الشنيعه اللي انت عملتها. انا جبت فايل كان اسمه جراديويشن بروجكت، بص يا شباب في حاجه، انت لما بتيجي تبعت تصميم، انا اعمل كده، لما بتيجي تبعت تصميم انا بتحاسب ايه بالسنتي، حلو، فبالنسبه لي لما ابعت بورده 5 سنتي في 8 سنتي هتحاسب على السنتي ايه بجنيه، طب لما ابعت بورده 5 سنتي في 8 في 10 سنتي انا كده 50، فما فوق بتحاسب بالسنتي 80 قرش. فانا لما جيت لقيت ان انا لما ابعت بورده بالشكل ده 5 سم في 8 سم هدفع جنيه، يعني تقريبا هدفع نفس السعر لما ابعت بورده 5 سم في 10 سم، فعملت ايه؟ دي مثلا نهايه البورده بتاعتي القديمه، رحت جاي عامل بوردتين كمان تصميمين مختلفين عن بعض، رحت جاي ضايف فوق كده على في نفس البروجكت، تمام؟ ورحت جاي عامل لهم راوتنج وحطيت بينهم ايه؟ دريلينج او هولز، والبورده بتيجي كلها بورده واحده قطعه واحده، تمام، يعني دي كلها تيجي كلها كده، انا استلمت الدوائر دي فعلا وجمعت منها 3 بوردات الحمد لله شغالين ومش اي مشكله، بس هقول لكم على المشكله اللي هي الوحيده اللي انا كنت ناسيها، كنت نايم تقريبا ساعتها، مش عارف يعني كنت فاكر ازاي، بس الواحد برضه بيتعلم من الاخطاء دي الحمد لله، انا بتيجي في حاجه بسيطه زي كده. تمام، ضفت انا الجزء ده بحيث ان هو ايه، انا
طلعت كده 3 بوردات في بوردة واحدة بنفس الايه التكلفة. دي لما بتروح للصين بيتعاملوا معاها ازاي؟ انها تصميم واحد بتدخل على المكنة بتصنع دي كده بوردة واحدة، بس لما بيجي هنا بيروح جاي عامل لي ايه؟ يقول لي هل انت فعلا محتاج الدريلنج ده كله؟ بقول له اه، انا محتاج اخرم الاخرام دي كلها جنب بعضها اهي، والمسافات بتاعتهم انا تقريبا عامل كل هول حوالي 2 من 10 مللي، تمام؟ فالورده بتجي لك بالشكل ده، شايفين الاخرام اللي موجوده هنا دي؟ بتجي لك متخرمه كده بس مش متكسره، يعني انت لو حاولت تكسرها بايدك كده بتتكسر، تطلع لك 3 برد، تمام؟ دي ميزه ايه؟ ان انت تستغل المساحه اللي موجوده معاك، تمام؟ فانا نفس الوضع، انا قلت افضل اصغر تصميمين، وكنت ممكن ابعت افضل اصغر 4 تصميمات مع بعض، فاهمني؟ وليه حددت بالظبط؟ يعني حددت 5 في 5، بحيث لو انا اخترت تصميمين لما احط التصميمين مع بعض هيبقوا كام؟ 5 في 10، لما ابعتهم تقريبا هيبقوا نفس التصميم ده، وهحط برضو بينهم هولز كده بحيث لما يجوا يتقطموا بسهوله، تمام؟ ده اللي انا كنت مختاره. قلت لو لقيت العدد كبير هيبقى 5، هيبقى 4 تصميمات 5 في 5، انا هبعت اوردر 10 سم في 10 سم، تمام؟ دول يو اس بي كونكتورز اللي موجودين هنا دول، تمام؟ الغلطه بقى يا عم حازم ان انا اروح للسكيماتيك. لو انا عايزكم تبصوا كده يعني ملوا عينكم من الاسكيماتيك شويه، شايفين تنظيم الاسكيماتيك؟ تمام، هو انت منظم كل حاجه كده، عند مثلا هنا جزء الباور، تمام؟ ال ال دي او او اللي هو اللو دروب اوت فولتج ريجليتور، جزء النويز ريدكشن مواصفات ال 104، الاون اوف سويتش، الكوميونيكيشن بريفرنس اللي هي الخاصه باليو ارت بقى والاي سكور سي والكلام ده، الاس بي اي سوكت الخاص بالبرمجه، الانالوج سوكتس اللي هي التو شانل انالوج اللي انا ضايفهم، عندك هنا جزء اليو اس بي تو تي تي ال، وده اللي كان فيه مشكله. ايه هي بقى المشكله؟ خلينا نشوفها مع بعض. بص، مشكله اليو اس بي تو تي تي ال ده انت لازم تحط ايه؟ مقاومتين 1 كيلو بين التي اكس والار اكس بتاع الكنترولر، وبين الار اكس والتي اكس بتاع ايه؟ الكنترولر. الغلطه اللي انا كنت عاملها بقى ايه يا عم حازم؟ مش حاطط المقاومتين دول، مقاومتين 1 كيلو دول، لان انا لما دخلت جبت الداتا شيت اصلا بتاعت السي اتش 140 جي ما لقيتهمش موجودين، فاهم قصدي؟ فهو اللي انا اكتشفت ان الداتا شيت بتاعت السي اتش 140 جي اصلا كان بيشرح ان انت ازاي تتعامل مع اليو اس بي تي تي ال ده، او ان انت تاخد ده ميزته ايه يا شباب، عشان برضه الناس اللي مش عارفه ايه اليو اس بي تي تي ال، او اللي هي اول مره ممكن تسمع المصطلح ده. اليو اس بي تو تي تي ال ده بيسمح لي ان انا اوصل اي حاجه مع الكمبيوتر باليو اس بي، يعني الموبايل بتاعك بيتوصل بالكمبيوتر عن طريق في دايره من جوه بتعمل العمليه دي، ده مدخل اليو اس بي بتاعك اهو، وفي تشبايه زي دي كده بتوصل اطراف اليو اس بي عليها، تطلع لك ايه؟ طرفين اللي تم بهم في عمليه الكوميونيكيشن، او اللي هو ما يسمى بالنسبه لنا في البرمجه اليو ار، او اليونيفرسال اسينكرونس ريسيفر ترانسميتر، تمام؟ ده بروتوكول كوميونيكيشن خاص بنقل البيانات، تمام؟ فدي الشبايه المسؤوله عن العمليه دي. انا جيت هنا عملت ايه؟ وصلت الار اكس، الغلطه اللي كنت عاملها بقى كنت موصل الار اكس بالار اكس تي اكس تي اكس. العمليه دي بالظبط كانك بتقول لليو اس بي تي تي ال انت اللي انت هتبعته يعني انا ببعت دلوقتي على الريسيفر ده في او بستقبل على الريسيفر، وفي هنا ترانسميتر، الترانسميتر بيبعت للترانسميتر والريسيفر بيبعت للريسيفر، فهاو يعني ازاي انا ببعت لحد بيبعت وبستقبل من حد بيستقبل في نفس الوقت؟ الصح ان انا اعمل ايه؟ التي اكس يروح للار اكس، والار اكس تبقى متوصله ايه؟ بالتي اكس، فالتي اكس ده لما يبعت هيروح لمين؟ للار اكس ده، والتي اكس ده لما يبعت يروح للار اكس ده، فهي تبقى لوب. انا لما احب ابعت هبعت على ده، ولما احب استقبل هستقبل على مين؟ على اللي تحت. انا كنت عامل العكس، فدي كانت البورده، اجي ابعت الكود ما بتبقاش. فدخلت عملت قعدت يوم او يومين او 3 ايام تقريبا بدور في المشكله دي. طب ايه اللي انا عملته غلط في التصميم؟ ما اكيد انا متاكد ان كل حاجه صح. فدخلت ابص على الجزء ده لقيت ان انا هنا ايه؟ حاطط الار اكس بالار اكس بالتي اكس بالتي اكس.
بس جيت على التراكين اللي انا كنت عاملهم في البورده، ورحت جاي بقطر او بمشرط صغير كده، رحت جاي اعمل ايه، قاطع بس التراك، قاطع بس كده، وكنت عامل فايز على التراكات دي، كنت جاي جايب مقاومه 1 كيلو من بدايه الفايه الاولى لنهايه الفايه اللي كانت في التراك الثاني، ومن بدايه الفايه اللي في التراك الاول لنهايه الفايه ايه اللي في التراك الثاني بس، والبورده اشتغلت من غير اي مشاكل الحمد لله. فدي حاجات اللي هو ايه بيبان لك من يعني اللي هو من الشغل بقى وانت شغال مشاكل الاتصال. ده الجزء الثاني اللي كنت بقول لك عليه، الاي تو سي اللي هو 3.3 من 10 لوجيك تيبل. الاي سكوير سي يا شباب مشكلته هو برضو، الاي سكوير سي هو بروتوكول كوميونيكيشن ان سيركت سيريال بروجرامر، او اللي هو بيسموه ثواني خلينا نجيبها بالظبط، هو مش المفروض كان يظهر لك ده من البرنامج ايرور؟ لا مش هيظهر لي ايرور، البرنامج مش هيدي ايرور. عرض التراك هنا ليه؟ عشان ابقى ظاهر لنفسي ان دي تراكات باور، تمام؟ بس يعني ده السبب الوحيد. انتر انتجريتد سيركت، تمام يا شباب؟ ده اللي هو الاي سكوير سي اسمه ايه، بروتوكول كوميونيكيشن اسمه انتر انتجريتد سيركت، معروف بالاي سكوير سي او اي تو سي زي ما تسموه. ميزه الاي تو سي في ايه بقى؟ ان انا ممكن اوصل عدد كنترول، عدد سنسورز او كنترولر كبير جدا على خطين اتنين بس. يعني انا لو عندي كذا كنترولر، عندي كذا سنسور بيدعموا البروتوكول الكوميونيكيشن ده، ممكن بطرفين اتنين بس او بالاتنين بس برمجه بيدعموا البروتوكول ده، ولازم يكون هاردوير، اقدر اوصل ايه اكتر من موديول زي دول كده. بس الميزه هنا او عشان اقدر اعمل التوصيله دي، لازم ده يكون بيدعم البروتوكول ده، وده نفس الوضع، وده وده وده، يعني لازم كلهم يكونوا ايه بيدعموا الاي سكوير سي، يكون فيهم اي سكوير سي، لان هما بالظبط كل واحد فيهم بيبقى ليه عنوان. انا باجي اقول له انت الادرس بتاعك ايه، انت الادرس بتاعك اكس، لو هو اكس خلاص ببعت واستقبل منه الداتا. لا يقول لك لا مش انا مثلا الاكس اللي انت عايزه، اروح للي بعده، هل انت اكس؟ لو هو ابعت واستقبل منه داتا، هل انت اكس؟ وهكذا. فانت ممكن تكلم العناصر اللي موجوده كلها او الموديولز او السيستمز اللي موجوده كلها في نفس الوقت، بس مش ببقى ببعت واستقبل الداتا في نفس الوقت، اللي هو ايه ببعت لده خدت منه الداتا خلاص اقفل معاك الكوميونيكيشن واروح للي بعده، اخد منه الداتا وبعد كده اقفل الكوميونيكيشن معاه واروح للي بعده، وهكذا. وصلت يا شباب الحته دي؟ يبقى انا عندي سلكتين اتنين بس اللي هم الاس دي اي والاس سي ال، واحد خاص بالكلوك وواحد خاص بالداتا، دول اللي ببعت عليهم ايه البيانات. طيب هل كل السنسورات او كل الموديولز او كل الكنترولرز زي بعضها؟ لا، في حاجات بتبقى شغاله لوجيك ليفل 3.3 من 10. يعني ايه لوجيك ليفل؟ يعني الجهود اللي هي بتشتغل بيها او السيجنال اللي بتبقى طالعه منها، لا اما 0 فولت، لا اما اللوجيك ليفل. ده اللوجيك ليفل اللي هو كام؟ 5 او 3.3 من 10. يعني في كنترولرز لو وصلت عليها 5 فولت تتحرق، فدي اللوجيك ليفل بتاعها كام؟ 3.3 من 10. يبقى انا اللوجيك ليفل اللي 3.3 من 10 يا اما 0 يا اما 3.3 من 10، زي الاردوينو ديو مثلا، تمام؟ طيب الحاجات اللي هي ال 5 فولت، لا اما 0 لا اما 5 فولت، زي الاردوينو الميجا، زي الاردوينو الاونو، زي الاردوينو النانو، زي اي كنترولر بتتعامل معاه 8 بت اغلبهم بايه 5 فولت، تمام؟ طيب انا بقى عندي مشكله لما اجي اوصل الموديولز دي مع بعضها. يعني انا لو جيت اشتغلت على الاي سكوير سي، لو وصلت كذا موديول 5 مع بعض هيشتغلوا من غير مشاكل، لو وصلت موديولز 5 مع موديولز 3.3 من 10 بقى في فرق جهد بينهم، هو مش هيبقى عارف هل انا 3 و3 ولا 5، فبضطر اعمل ايه اللي هو الاي سكوير سي لوجيك ليفل كونفرتر، ده ان هو يحول لي من 3 و3 ل 5 او من 5 ل 3 و3. عشان كده اسمه باي دايركشن، باي دايركشنال اي سكوير سي او باي دايركشنال لوجيك ليفل كونفرتر. لو جاي لي هنا لوجيك ليفل 5 فولت هيطلعوني هنا كام؟ 3 و3، ولو جاي لي هنا لوجيك ليفل 3 و3 هيطلعوني هنا 5. يعني سواء شغال في الواي ده سواء يمين او شمال هيشتغل معايا، تمام؟ والترانزستور اللي انتم شايفينه اللي هو البي اس اس 138 ده، هو حاجه اصلا يعني لا تذكر، يعني انا هوريلكم مكانه على البورد مش شايفينه اصلا، شايفين هو الحته دي، الحته الصغيره جدا، سعره 20 جنيه، اقسم بالله لفيت عليه مصر كلها.
كلها عشان اجيب الحته اللي الصغيره دي، اللي هو اصلا المدير كله، انت ممكن تجيب المدير كله ب 15 جنيه، بيبقى عليه حوالي 4 كونسترات من دول. بس انت بقى هتجيب الموديول لسه وتقعد تعمل له دي سولدرنج او تفك المكونات اللي عليه وبعد كده عشان تستخدمها، فاهمني؟ فانا خلاص جبت 10 منه ب 200 جنيه، او لا يا ربي اعتقد الواحد ب 2 جنيه معذرة، الواحد ب 2 جنيه يعني. خلونا نشوفه برضه اهو، لو انت جيت رحت على رام، انا برضو قلت انا حسيت ان انا افورت كده 20 جنيه ده حتة بتاع مش باينة. شفت الناس بدأت ايه، اللي هو بقينا 13 واحد. و20 امبير، لا هو اصلا لو كارنت، هو مش امبير عالي، ده هو كل دور يا حازم ان هو ياخد الريشيف ليفل اللي داخل له، الثلاثة وثلاثة طلعوا خمسة، أو لو تغير له خمسة من الجهة الثانية طلعوا ثلاثة وثلاثة، يعني هو بس بيغير اللوجيك ليفل، إنما مش حاجة مش دور إن هو يدي تيار عالي أو يشتغل على تيار عالي، فاهم قصدي؟ سعره 2 جنيه فعلا أهو، لأن أنا كنت جايب 10، فكان فيه في الفاتورة رقم 20. 20 بقى هو بص أهو، الفي دي إس بتاعته 50 فولت، الأي دي بتاعته 22 من 100 أمبير، تمام؟ فهو الكارنت بتاعته مش محتاج أصلا إن هو يكون إيه، تيار عالي والكلام ده. الاي اس دي ده اللي هو الكتريك او الكتروستاتيك ديسشارج، اللي هو لما انت تلمس اي مكون الكتروني لازم تتاكد قبل ما تلمس المكون ده بايدك ان هو فيه ايه، اي اس دي بروتكشن، ودي حاجه مهمه جدا. انت ممكن تبقى شاري مايكرو كنترولر غالي جدا او مايكرو كنترولر غالي جدا وبالغلط هو ما فيهوش اي اس دي بروتكشن وانت لمسته بايدك، شكرا بوظت. ليه؟ انت ايدك او جسمك بقى عليه شحنات الكتروستاتيك تشارج او الكتروستاتيك تشارجز متخزنه على جسمك ده، انت طول ما انت ماشي انت عامل زي الانتنه، جسمك عمال بيجمع اي تشارج حواليه او اي سيجنال موجوده حواليك في الجو، فاول ما بتمسك حاجه تقدر تفرغ فيها شحنه جسمك بيروح جاي مفرغها فيه، زي المكونات الالكترونيه مثلا، فلو ما فيهاش اي اس دي بيتفرغ فيها يحرقها، عشان كده ده بيقول لك هو الاي اس دي ريتنج يقدر يتحمل لحد 1000، تمام؟ هاي باور اند كارنت هاندلنج كابابيلتي ليد فري برودكت از اكوايرد، الكلام ده كله. الابلكيشن اهو بيقول لك ايه بقى، دايركت لوجيك ليفل انترفيس تي تي ال سي موس، يعني هو دوره ان هو يشتغل ايه كترانزستور ترانزستور لانجوج، ان هو يحول لك من ليفل لليفل تاني، تمام يا شباب؟ ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وده انتم ممكن تضيفوه في الدوائر، ممكن تضيفوه في الدوائر اللي انتم هتعملوها، لان الحاجات دي والله العظيم ما يعني هتعرفوا قيمتها بعدين لما تيجوا تشتغلوا على سنسور كده وتروح تشتري موديول مخصوص، او تنزل تلف على الموديول ما تلاقوهوش موجود، وتيجي مثلا عايز تنفذه مش هتبقى عارف تنفذه ازاي لان المكونات مش موجوده او الموديول ذات نفسه مش موجود. فانا بقول لك انت بقى دلوقتي ممكن انت تعمل دايره تستخدمها في مشاريعك اللي جايه كلها، دايره كنترولر تبقى شامله متكامله فيها كل حاجه، ومعاك 5 سم في 5 سم، انت مش معاك 5 سم في 5 سم بس، انت معاك 5 سم في 10 سم، بمعنى انت دلوقتي معاك 25 سم، معاك 50 سم مربع، معاك 25 سم مربع في اللاير اللي فوق، 25 سم مربع في اللاير اللي تحت، بص عوم فيهم براحتك، وان شاء الله تحط المكونات كلها اسم دي، اهم حاجه المكونات اللي هتحطها في البورده تتاكد من الستورز اللي موجوده في مصر كلها ان المكونات موجوده، يعني انت اللي هتجيب المكونات وانت اللي هتفحمها بايدك. عشان كده انا قلت ايه، هيبقى في سيشن، هيبقى في سيشنين اوف لاين، سيشن منهم هننزل قريب نعمل سيشن عملي نطبقها عملي بايدينا، هتبقى فيها اس ام دي وهبقى فيها تي اتش تي، هنعمل يو اس بي تو تي تي ال ده هننفذه عملي، تمام؟ الحاجه الثانيه، السيشن الثانيه هتكون لما الدوائر توصل من الصين، هنجمع بقى هنجيب دايره من دول وننزل الورشه كده نجمعها مع بعض، اجيب لكم كاويه اللحام وننزل نجمعها بالكاويه او الهوت اير، اللي عايز يستخدم الهوت اير يعرف يستخدمه ازاي برضه، اجيب لكم الهوت اير وايه وكاويه اللحام، تمام؟ ده بالنسبه للسيشنين الاوفلاين. نرجع بقى للجزء اللي كنا بنتكلم فيه، حازم كان بيسالني بيقول لي انت مكبر التراكات دي ليه؟ زي ما قلت يا حازم رد عليك ان التراكات عشان اعرف ان التراكات الباور، التراكات الباور انا مكبرها كلها ان ده 5 ده 3 و3، بحيث ان لو ناسي حاجه ابقى شايف، يعني انت هتلاقي هنا نفس الوضع الجراوند مكبرهم نفس الكلام 5 فولت، الاي في سي سي
الاي ريفرنس يا شباب، تاني الاي ريفرنس، الاي ريفرنس ما بيتوصل ما بيتسابش من غير ما يتوصل، لازم اوصل بيه مكثف 104 على الجراوند عشان لو في اي نويز يشيلها لي، عشان لو في اي نويز يشيلها لي، لان الاي ريفرنس ده من غيره الكنترولر مش هيشتغل، لان ده بيحدد لي الريفرنس فولتج بتاع الكنترول. تمام. التقسيمه اللي اوت دي او تقسيمه الاسكيماتيك دي برضو من الحاجات اللي هبص لها في التصميم، لان انا شرحت الحاجات دي في الفيديوهات. لو انت عايز تعمل حاجه زي دي زي ما قلت، يا اما ممكن تيجي هنا تستخدم اي حاجه من دول ترسم الشكل اللي انت محتاجه، او تيجي بالطول اللي هي ليه بتوصل الدي تي ار بريست. خلينا نعمل زوم واقول لك ليه بوصل الدي تي ار بريست. بص يا سيدي، وانا عشان اوصل ادخل الكنترولر في وضع البروجرامنج مود محتاج ايه؟ عشان ادخل الكنترولر في وضع البروجرامنج مود لازم الكنترولر بتاعي يبقى معمول له ريست، ما يبقاش شغال. تمام. والريست دي ما بتتعملش مره واحده، او لو انا مش ان انت مجرد ان انت تفضل ضغط على الريست، لا هو بيبعت له الريست ده عباره عن بلسز اون اوف. تمام. الكنترولر بيبدا يحدد منها ان هو دخل دلوقتي ايه في مرحله البروجرامنج مود، بعد كده بيبدا يبعت له الكود بتاعه على التي اكس والار اكس. الكنترولر اصلا عشان يستقبل العمليه دي، عشان يقبل ان هو يستقبل كود من اليو اس بي، لو انت جايب كنترولر جديد وبتحاول تعمل معاه العمليه دي مش هيشتغل معاك، لان لازم يكون عليه حاجه اسمها بوت لودر عشان يقدر يتعامل مع اليو اس بي. لازم يكون عليه ايه يا شباب؟ بوت لودر. البوت لودر ده عشان كده احنا حاطين هنا اهو الاس بي اي، ده كل دوره ان انا برفع بيه البوت لودر عشان اقدر اتعامل مع اليو اس بي، او ان انا ممكن اتعامل مع الاردوينو كاي بي ار عادي وارفع من على الاس بي اي على طول. بس لو رفعت الكود على الاس بي اي مش هتقدر تتعامل باليو اس بي غير ان هو يقرا لك داتا بس وتعرضها على السيريال مود. تمام. جاوبت على سؤالك يا عمر. الدي تي ار اللي موجود هنا هتلاقيه متوصل مع مكثف 104، 103 كمان مش 104، 103 فين؟ اهو الدي تي ار ده مش 100 نانو فراد، هو 10 نانو. اور 103. تمام. انا دلوقتي لما اجي ابعت سيجنال هنا عشان اعمل ريسيت، المكثف انا مش عارف البلسز هيعديها لي كبلس. احنا دلوقتي هنبدا نعمل دايره ثانيه، فلو انت مش شرفي تتابع معانا هنعمل دايره ثانيه جديده، ممكن تتفرجي على السيشن لما تنزل، مفيش مشكله لو انت فاتحه من فلاش عشان برضه ما نبقاش عاملين لود عليه. تمام. هنعمل دايره ثانيه ان شاء الله هتتفكر وهتنزل في القناه. يعني دي كده السيشن اللي قبل الاخيره، يبقى في سيشن كمان، ممكن يبقى في سيشنين كمان مفيش مشكله على حسب الناس اللي موجوده مع هتقرر يعني. تمام. وهيتسجلوا برضه ان شاء الله وينزلوا. اهم حاجه ان شاء الله اما السيشن تنزل التاسكات اللي هتكون مطلوبه، واتفرج على الفيديوهات اللي فاتت بحيث لو في حاجه واقعه منك او حاجه ناقصه فايه تعدليها والكلام ده. خلي بالك برضه من النقط اللي احنا اتكلمنا فيها. تمام. ماشي يا عمر. المكثف ده هيعدي البلسز لكن مش هيعدي لي ايه؟ الدي سي. مش هيعدي الدي سي لان انت اصلا بقى لك من فوق 5 فولت دخل على الكنترولر، فانا مش عايزهم يرجعوا لي من هنا، عشان كده حاطط مكثف هنا. المكثف هيقدر يتعامل مع الاي سي لكن هيعمل بلوك للدي سي. البلسز دي هو بيتعامل معاها كانها اي سي مش دي سي. تمام؟ تمام. المقاومتين المحطوطين اللي هم ال 100 كيلو دول يعني زي ما تقول ايه؟ بيعملوا ديتكت، بيقللوا اولا بيقللوا الكرنت اللي رايح للكنترولر واللي راجع من الكنترولر، دي حاجه. الحاجه الثانيه بيعملوا ديتكت لو في اي حاجه متوصله على الكنترولر. يعني لو انا في اي حاجه متوصله على التي اكس والار اكس اللي بعت عليهم الكود، الكنترولر مش هيستقبل، بيدي لك ايرور، او هتيجي مثلا بتبعت الاردوين وانت موصل بالبوكس مديول او موصل ال اس دي او موصل اي حاجه على اليو ار، هيدي لك ايرور ابلودنج ايه سكتش، او مش قادر يرفع السكتش لان انت موصل على البنات المفروض يبعت يستقبل عليه. فاللي بيحصل ان الكود بدل ما بيروح للكنترولر بتاعك بيروح للحاجه اللي متوصله، اللي هي مثلا وليكن ليد او وليكن بتاع ده
زي ما قلت بتسمي ديول او الكلام ده كله. الحاجه دي بتغير اللوجيك ليفل فولت بتاعك. يعني لو انا هنا جيت على الطرف ده مثلا رحله كنترولر، المفروض الاشارات اللي بتيجي هنا ايه؟ اي اشاره كوميونيكيشن اشارات، ما هي اللي عباره عن بلسز او ترين اوف بلسز. ترين اوف بلسز دي يعني ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف، مش بوزيتيف نيجاتيف بقى، بوزيتيف زيرو، بوزيتيف زيرو يعني 5 فولت 0 فولت 5 فولت 0 فولت، بس بتحكم في البلس، بيتحكم في البلس ويدث، او بيتحكم في الويدث بتاع البلس ذات نفسها اللي ايه؟ اللي مبعوثه دي. تمام؟ فانت هنا لما تيجي وليكن هو باعت 5 فولت وانت حاطط هنا 5، بعد كده مقاومه، بعد كده للدايه وموصلها ايه؟ على طرف الار اكس هنا. تمام؟ لو الكرنت بتاعها كبير وجيت انا هنا باعت 5 فولت، ايه اللي هيحصل؟ 5 و5 فرق الجهد بينهم ايه؟ زيرو. فالكرنت مش هيمشي في البتاع ده، مش هيمشي في البرانش اللي فوق، ما يجي يعمل يجي يبعت الكود، الجهد هنا بينزل لزيرو لوحده، هو بعد 5 اصلا، فيعمل مشاكل، فتلاقي بيقول لك ايه ايرور ابلودنج سكتش. عايز تحل المشكله دي انت عايز تحط الليدات انديكيتور، بتكبر المقاومه اكبر ما يمكن، يعني تخلي المقاومه مثلا 1 كيلو مع الليدات تشتغل معاك من غير مشاكل. تمام؟ وتتحط بعد المقاومه مش قبل المقاومه. تمام يا عمر؟ فبرضه نبقى عارفين ليه المقاومات دي محطوطة. تمام. ده ال CH340 جي، ده حجمه أصغر عن اللي احنا عن ال FT232 اللي كنا بنستخدمه السيشن اللي فات. ثانيا سعره أرخص، ده سعره 20 جنيه، ثانيا سعره 65 جنيه. بس دي المميزات بتاعته. محدش يستخدم الميني يو اس بي ده لأنه يعني زلني وأنا بلحمه، إن هو صغير جدا والبنات بتاعته فدي عامله مشكله، انت مش شايف البنات اصلا، وانا المفروض لابس نظاره والنظاره فيها مشكله. الحاجات الصغيره دي الاستجماتيزم، الحاجات الصغيره ما ببقاش شايفها اصلا والله، انا عملت حاجه فكان عامل لي ازمه حرفيا وانا بتكلم. احنا لو نشوف شكله كده في البورده، الرجول قد ايه مشكله، الرجول تحت اليو اس بي كمان، مايكرو يو اس بي بيبقى بناته ظاهره، ممكن تستخدم مايكرو يو اس بي او ممكن تستخدم اليو اس بي اللي كنا مستخدمينه السيشن اللي فات. تمام؟ اللي هو اجهزه ستاندرد مثلا في الميجا او في الكونو او الكلام ده. تقسيمه الاسكيماتيك زي ما قلنا، لو انت عايز تقسم ده ممكن تيجي على اللاين، وضع اللاين كده. تمام؟ ممكن تغير الويدث بتاع اللاين زي ما انت عاوز. ممكن تخلي الستايل بتاعه داشت مثلا. ممكن تخليه شورت داش زي ما تحب. ممكن تغير الكالر بتاعه. تمام؟ تمام ده حاجة. الحاجة التانية ممكن تروح تعمل ايه؟ خلينا نشيل ده كده. زي ما قلت ممكن تيجي من درو تعمل فريم كأنها لوحة مثلا، وتقسم الفريم ده من جوه لسب فريمز تانية. وليكن مثلا دي الدائرة الأولى، فريم تاني دي الدائرة التانية، وهكذا. تمام يا شباب؟ انتوا بقى ايه بتقسموه زي ما انتوا عاوزين. نعمل كده سيلكت. تمام كده. ده بالنسبة للسكيماتيك وتنظيم السكواد. خلينا نقفل بقى ده، نقفل دي، نقفل دي. طيب اللي كان مقترح بقى زي ما قلت، ان احنا السيشن الجايه المفروض هننفذ، عايزين نعمل سيشن عملي. فالدايره اللي احنا كنا نفذناها قبل كده اللي هي كانت الاردوينو شيلد او دايره الاردوينو بورد اللي احنا عملناها، ما كانش هينفع تتنفذ عملي يدوي، لان التراكات كانت ايه زي ما قلت، لما طلعنا الورقه لقيت الفتات قريبه قوي من بعضها، فمش هتنفع تتنفذ يدوي، لازم تتصنع بماشين او تتصنع ايه في الصين مثلا او الكلام ده. دي اللي احنا كنا عملناها مع بعض، هي دي. لا كان اسمها اردوينو بورد تقريبا، اعتقد دي اللي كنا عملناها مع بعض. تمام. اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي، عايزين نعمل يو اس بي تو تي ال. اليو اس بي تو تي ال ده بقى شكله ايه؟ اهو خلينا اجيب لك شكل اليو اس بي تو تي ال لوحده. طيب ميزه ان انا اعمل اليو اس بي تو تي ال تاني هتفيدني بايه؟
اي كنترولر في الدنيا او اي حاجه انت هتعملها عايز توصلها بالكمبيوتر تقدر توصلها وتاخد منها بيانات وتبعت لها بيانات باليو اس بي تو تي تي ال ده. يبقى انت لو في اي حاجه بره مش عارف تتواصل معاها، مش عارف تبرمجها، مش عارف تاخد منها داتا او تبعت لها داتا، هتقدر تتواصل معاها. زي البيك مثلا، البيك مايكرو كنترولر حقه مهضوم شويه في الموضوع ده، انت توصله بالكمبيوتر والكلام ده. كون انت معاك يو اس بي تي تي ال هيوصل، هيسهل عليك ايه الموضوع. تمام، هتلاقي فيه هنا اشكال مختلفه من اليو اس بي تي ال ده. واحد مثلا كتب لك هنا معتمد على الشيبايه اللي هي اسمها ايه سي بي 2102، هنا ده معتمد على الاف تي دي اي اهو، اف تي دي اي دي اللي هي الاف تي 232 اللي كنا بنتكلم عليها السيشن اللي فات. في هنا واحد تاني برضو معتمد على الاف تي دي اي، هنا واحد تاني سي اتش 341 ايه. تمام، ده بالنسبة للي هنا عند رام. خلينا نشوف حد تاني 3 مثلا. هي الفكرة إن كلهم بيأدوا نفس الوظيفة، كل اليو اس بي تي تي ال بتأدي نفس الوظيفة مع اختلاف الشيب اللي موجود عليها. كل يو اس بي تي تي ال بتنزله أو بتستخدمه أو هتشتريه ليه تعريف. دي مثلا لا مش دي، شايفين دي البوردة دي هم معمولة كل دورها تبرمج الاي اس بي 8266، يعني انت توصلها باليو اس بي وتحط على الاي اس بي وتبرمج عليها ال سي اتش 340 جي اهي، والشوية البريفرالز اللي حواليه. هنا دي البورده اللي كنت لسه بتكلم عليها من شويه، الاي سكوير سي لوجيك ليفل كونفرتر 4 شانل، محطوط عليها 4 ترانزستورات، وكل ترانزستور قبل مقاومه وبعد مقاومه، كل مقاومه وبعد مقاومه. رخيص جدا، وده يعتبر ارخص موقع الكترونكس في مصر. فري الكترونكس. تمام، دي تشيباية تانية اهي، ده برضه لوجيك ليفل كونفرتر بس تو شانل بس. تمام، باي دايركشن زي اللي كنا عاملينه، سعره 15 جنيه. سي اتش 340 جي اهو يا شباب، مكانه في التحريك باب اللوب. ده كنترول، ده الشيباية اللي هنستخدمها، سعرها 20 جنيه. عايز تشوفها موجودة ولا لأ هتفتحها. تمام، على ما تحمل. دي بوردة تقريبا تعتبر زي اللي انا عاملها، على كنترول 2560 سي اتش 340 جي مايكرو يو اس بي ريسيت، الكريستال الخاصة بالسي اتش 340 جي، الكريستال الخاصة بال 2560. بل يكن دي كمان ما فيهاش امكانيات زي اللي انا عاملها، اللي هو زي ما قلت لك الاي سكوير سي اللوجيك ليفل المختلف، اقدر اوصل 5 او 3 او 3 على نفس البورده. ده بيسموه اردوينو ميجا برو اللي هو كان لسه موجود. طيب هو اليو اس بي تو تي ال اللي هنعمله المفروض زي ده كده بالظبط، مدخل يو اس بي اللي بيوصل في اللاب السي اتش 340 جي. هنا ممكن يكون مثلا حط مكثف مثلا اس ام دي او ريجليتور اس ام دي. تمام، هنا حاطط الليدات مكثفين وهنا مكثفين تانيين، ترانزستور عشان يفعل او يفصل بيه الانيبل بتاع اللي بيجي يعمل عمليه البرمجه، لان في موديولز احيانا بتحتاج ايه الكوميونيكيشن يكون اعلى، او اللي هو الجهد ذات نفسه يكون اعلى، عمليه الانيبل غير المكثف. يعني المكثف مش هينفع مع الحاجات الكبيره زي دي. تمام، استخدمه ازاي مع الاردوينو اونو زي اللي هشرحه دلوقتي. طيب ده الشفاية موجودة اهي الحمد لله، سعرها 20 جنيه سي اتش 240 جي. أنا لو جبت كده كتبت يو اس بي تو تي تي ال في جوجل هيجيبه لنا على طول. أيوه أهو،
بس انت لما بتجيبه بالظبط يبقى بالشكل ده، ده معاه ايه؟ ده سعره تقريبا حوالي 45 جنيه تمام؟ وصلت اليو اس بي سي اتش 48 جي، عندك هنا الليدات انديكيتور، عمليه الترانسميتر والريسيفر، وان الباور واصل، المكثفات الخاصه بالكريستاله بتبقى في اللاير الثانيه من تحت تمام؟ وبيقول لك ان عندك هنا الجراوند مثلا والدي اكس والار اكس والفي سي سي ومصدر لك خمسه وجراوند، عايز تشتغل على لوجيك ليفل خمسه هتوصل خمسه، عايز تشتغل على لوجيك ليفل ثلاثه وثلاثه هتشتغل ايه؟ ثلاثه وثلاثه تمام؟ انا عايز اجيب لكم ايه؟ اهو الباشمهندسة اللي كانت بتسأل توصلته ازاي مع الاردوينو، توصلته مع الاردوينو ان انا زي ما قلت باخد التي اكس اوصله بالار اكس والار اكس بوصله بالتي اكس تمام. ده لو انا عايز اقرا داتا من الاردوينو والشبايه دي اتحرقت مثلا اللي هي هنا دي، ما هي دي دورها كله انها تعمل لي عمليه كوميونيكيشن باليو اس بي اللي موجود هنا، فلو دي اتحرقت الحل ان انا بجيب يو اس بي تي ال زي ده اوصل التي اكس والار اكس والار اكس بالتي اكس والجراوند بالجراوند والخمسه فولت بايه؟ بالخمسه فولت، واوصله في اللاب. اي كنترولر تاني نفس الوضع، لو انت عندك بيك مايكرو كنترولر ومحتاجه توصليه باللاب تعملي نفس الوضع، كريستال التي اكس والار اكس والار اكس بالتي اكس، وابدا ايه اقرا الداتا منها مثلا انالوج واعرضها على اي برنامج بيشتغل بيقبل سيريال على اللابتوب، شبه البلوتوث موديول بالظبط، هي زيها زي البلوتوث موديول، بس البلوتوث موديول هو بيبعت الداتا وايرلس، انا هنا عايز ابعت الداتا واير، كل الاجهزه اللي انتوا بتتعاملوا معاها شغاله بنفس المبدا ده، بس انتوا ما بتاخدوش بالكم. الموبايل نفس الكلام، الماوس نفس الكلام، السماعات، اي حاجه بتتعاملوا معاها بتتوصل باليو اس بي شغاله بنفس المبدا تمام. فاللي احنا هنعمله دلوقتي نعمل زي دي كده بالظبط، اللي هي اللي انا كنت جايبها دي، البورده دي، البورده دي فيها ايه؟ كريستاله ومكثفين بتوع الكريستاله وكريستاله على الطرف 3 و3 من 10 وبنات الباور ومكثفات الكريستاله، اللي هي الرسمه دي يعني. خلينا نرجع كده السيشن اللي فات كانت سيشن يونيبورد، لا ده ما كانش فيه سي اتش 48 جي عشان ما نلخبطش الناس. جراديويشن بروجكت تمام يس اهو، ده اللي المفروض هنعمله. ادي وصلة البروتوس مديول معلش معذرة، وصلة اليو اس بي اللي بتبقى جاية يا شباب بيبقى فيها ايه؟ أربع أطراف ما فيهاش خمسة، يعني اللي موجودة دي اللي هي ده النوع اللي هو الصغير اللي هو المايكرو يو اس بي أو الميني، بيبقى فيه خمس أطراف مش أربعة. كانوا الأول خالص أول إصدار من اليو اس بي لما حطوه كانوا بيحطوا حاجة اسمها الطرف الخامس اللي هو الأي دي، كانوا بيتأكدوا من اللي هو إيه؟ الأي دي بتاع كل مكون إلكتروني ذات نفسه تمام؟ بتاع كل سيركت أصلا، مكون إلكتروني بتاع كل سيركت أو كل ديفايس هيكلمه تمام. كانوا بيبقوا معتمدوا على اليو اس بي هاب ان هو ان انا موصل اكتر من يو اس بي مع بعض في نفس الوقت، كان لازم يستخدم ايه الاي دي بين دي. انما دلوقتي بقى الموضوع اتطور اكتر، بقى اليو ارت ستاندرد بقى يوصلوا اكتر من يو اس بي عادي مع بعض، وبنفس المبدا كده ان انا ببعت ستارت سيجنال وستوب سيجنال واحدد الادرس اللي انا هتعامل معاه والكلام ده، بقى الموضوع ايه ديديكيتد يعني، ما بقاش عندي فيه مشاكل. طيب انا عندي وصفه اليو اس بي بيبقى فيها اربع اطراف، ايه هم؟ يعني انت لو جيت كده كتاب يو اس بي بنز تلاقي بيقول لك اربع اطراف اهو، ده اليو اس بي جايب لك شكل اليو اس بي ده الستاندرد ايه اللي احنا بنستخدمه، بيقول ان في النيجاتيف اللي هو الجراوند والبلس اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف الدي نيجاتيف والدي ايه بلس، الدي بلس ده اللي هو الداتا بلس والداتا نيجاتيف تمام. دول اللي هم الاربع اطراف، دول الاثنين خاصين بالداتا والاثنين اللي بره خاصين بالباور، وده كونكتور تاني اللي هو ستاندرد بي ده ايه تايب ايه، عشان لو بتشتروا المكونات بتشتروها بنفس الاسم كده يو اس بي تايب ايه او يو اس بي تايب بي تمام. اليو اس بي تايب ايه اللي هو بالشكل ده، ده النوع الميل منه، ده اللي بيركب في الكمبيوتر تمام، وادي نفس الاطراف اهي عشان لما اجي اوصل على الايجل بوصل بنفس ايه الترتيب ده كده هنا، وهو في الايجل اصلا احيانا اللايبرري بتوضحها لي ايه الدي بلس وايه الدي ماينس والبلس والنيجاتيف عشان ما بدلش بين
تمام. ده الشكل التاني اللي هو بقى في الاردوين النيجا او الاردوين الاونو واصله الميل بقى الكابل اللي بره ذات نفسه ترتيبه عامل ازاي، دي ماينس ودي بلس مصباه والبوزيتيف والنيجاتيف ايه مصباه تمام يا شباب. وهنا برضو هتلاقوا في ايه كذا شكل تاني من اليو اس بي، ده اللي انا اقصده اهو، ده الشكل اللي في ميل وده الميل، ده الشكل اللي في ميل بتاع اليو اس بي وده الميل بتاع اليو اس بي تمام. الاطراف بتبقى متبدله، يعني الاطراف في الفيميل بتبقى متبدله عن الميل، عشان انت لما بتيجي تركب الكونكتور بيتعمل له ميرور، يعني لو هنا ده بوزيتيف لما بتيجي توصل واحد ده بقى واصل بواحد ده، واثنين بيبقى واصل باثنين ده، وثلاثه بقى واصل بثلاثه، واربعه بقى واصل باربعه. دي حاجه تخلوا بالكم منها تمام. فانا لما اجي كده هقفل ده، هقفل ده، هنيجي على الايجي اكريت نيو بروجكت تمام، واقول له اسميه يو اس بي تو تي تي ال، ممكن نضيف ان هو مثلا ايه السيشن التاسع واجي اعمل نيو سكيماتيك على البروجكت تمام. بعد ما عملت النيو سكيماتيك المفروض اول حاجه انزلها ايه اليو اس بي كده، يعمل لودنج للايبرز اللي عندي في البرنامج كلها تمام. زي ما قلت السيرش، عشان اعمل سيرش بحط دبل استريك او نجمتين واكتب بينهم اسم العنصر او جزء من اسم العنصر اللي انا محتاج اسيرش عليه، واي حاجه فيها تحتوي على جزء من الاسم ده او تحتوي على نفس الاسم هيجيبها لي، واقول له انتر. تمام ابدا انزل بقى كده اشوف شكل اليو اس بي، هل ده اللي انا محتاجه؟ لا. هل ده؟ لا. أورد. هنا ده شكل مثلا مش ده اللي انا محتاجه، ولا ده ولا ده، احنا محتاجين يكون نوع ثرو هول ويكون التايب ايه اللي احنا لسه ايه شايفين. ده الفيميل، انا مش عايز الفيميل، انا عايز النوع الايه الميل. ده برضو نفس الوضع في مين مينيو اس بي، مينيو اس بي لا مش عايز الميني. هنا ده اكتر من بورت متصلين فوق بعض. طيب جيت انا مثلا يعني خلينا نسيرش كده، هنلاقي يو اس بي موجود اهو تمام. ده شكل بس ده اس ام دي، هل انا اللي هلاقيه هلاقيه اس ام دي؟ خلينا نروح كده اجي مثلا هنا اللي موجود في منوك مثلا اللي هو ماجيك دوينو مثلا، واشوف هل اليو اس بي اللي متاح عندي. هكتب كده يو اس بي واقول له سيرش، ادي شكل ده الميل اهو ايه تمام. قال لي موجود منه الثرو هول وموجود ايه الاس ام دي هنا اهو، وموجود الايه الاس ام دي التاني. فاحنا مثلا ممكن نجيب ده الاس ام دي ده تمام. فانا شايف شكله هنا اهو، ده الاس ام دي شكله زي الايه الشكل اللي ظاهر معايا هنا ده تاني، ادي الشكل اهو، فتحتين التثبيت الاخرام اللي موجوده هنا دي، وادي الفتحات التثبيت اللي بره دي، وادي الاطراف ايه اللي هاخد منها الداتا اهو. اكتب لي هنا بي 1 بي 2 بي 3 بي 4، وهنا ايه الشيلد بتاع اللي هو بنات ايه الجراوند بتاعتي تمام. تمام يا شباب، ايه الناس معايا ولا ايه؟
تمام ولا مش تمام؟ تمام، نزلت الكونكتور ده اهو، موجود في اللابير اسمها كونكتورز. تمام، عايزين ننزل تحت تشوف الباقي الكونكتورز، مش مشكلة. ده انا كونكتور تاني، ده شكل كونكتور تايب سي مثلا، ده نفس الكونكتور اللي معانا اهو. ده يبقى افضل بالنسبة لنا لسبب، يعني انا ما اخترت كونكتور يو اس بي لسبب ان انت هنا عرض لك ايه، الفي سي، الدي ماينس والدي بلس والجراوند، مش هتتلخبط بينهم. حاسس ان انت مثلا عايز تستخدم التاني، خلاص ارجع تاني لده اهو براحتك، خلينا نستخدم ده مفيش مشكله، اللي هو هنا ده. وخلينا برضو عشان يعني انا هضطر استخدم ده لسبب، ان انا عشان استخدم ده هروح اشوف شكله ايه، او ترتيب البنات اللي هي 1 2 3 4 دولت متوصلين ازاي. فاقول له مثلا استخدم ده، اقول له اوكي، اعمل روتيت، ادي مثلا ايه اليو اس بي اللي انا محتاجه. طيب انا دول الترتيب مثلا كده ستاندرد 1 2 3 4. هرجع لهنا، انا لما كنت جايب شكل اليو اس بي كان شكله ايه؟ اهو جوجل قال لك ادي 1 2 3 4، ده بالنسبه للمين. رقم واحد كان فيه الفي سي، بعد كده الدي ماينس، يبقى انا لما ارجع رقم واحد كان فيه الفي سي، ممكن اجي كليك يمين كده، بريك اوت بنز، والبنز استظهر الاول، خلي الريفرنس اون او اللي هو الاكس ريف ده اون عشان اقدر اظهر ايه الليبلز نفسها. اقول له كليك يمين، بريك اوت بنز، كل البنات اظهرها لي، واظهر لي الاسم بس بتاع البنات. تمام، وجع من نيم، اول واحد كان الفي سي سي، ممكن الفي سي سي ده اللي هو ايه بالنسبه لنا 5 فولت. طيب تاني واحد كانت دي ماينس، تالت واحد كانت دي بلس، تالت واحد كان الجراوند، والشيلد ده اللي هو اللي بره بوصله بالجراوند. تمام يا شباب، الشيلد ده اللي هو الشيلد اللي هو اللي بره ده، عامل لي شيلدنج من اسمه كده، بيبقى مغطي لي الاربع سلوك اللي جوه دول، عملية عامل نويز ريدكشن برضه، او بيحمي لي الايه اسلاك الداتا نفسها من يحصل اي مشاكل فيها. او حتى الترتيب هنا الستاندرد هيبقى رقم 1 بلس، 2 دي ماينس، 3 دي بلس، 4 نيجاتيف. تمام، طيب في ايه تاني محتاج انزله؟ باقي لي السي اتش 340 جي، محتاج امسح ده كده، بقول له سي اتش 340 جي. تمام، ما لقيتش غير واحد بس اهو تقريبا، انا كنت ضايفه، فانتوا هتسيرش عليه وتضيفوه. تمام، لان انا كنت ضايفه قبل كده فممكن ما تلاقوهوش. تمام، جبت انا اهو، اقول له اوكي. المفروض يعني انتوا السيشن اللي فات ما كانش فيه سي اتش 40 جي. طيب انت ما تيجي تبص كده، ايه اللي يهمك؟ الجراوند، الفي سي سي، وزي ما قلنا طرف ايه الدي تي ار اللي هعمل بيه ريسيت، صح كده؟ طب في ايه تاني؟ الدي بلس والدي ماينس هتوصله هنا على الدي بلس والدي ماينس، الاكس اي والاكس او دولت خاصين بالكريستاله اللي هتعمل لي هتشغل لي البتاع ده، الموديول ده ذات نفسه، ما هو ده يعتبر جواه زي كنترولر. الكريستال اللي هتبقى موجوده دي بتظبط لي عمليه التايمنج، او اللي هو بتعمل سنكرونايزيشن بين الداتا، مش الداتا دي عشان تبات للداتا اللي ورا لازم يكون في تزامن بينها، هي اتنين من الكمبيوتر دلوقتي كنترول، لازم يكون في تزامن في الداتا اللي هتبات، فده دور الكريستال اللي هتكون موجوده هنا. والتي اكس والار اكس دولت اللي هبعت واستقبل عليهم سواء من او الى الايه اتش 40 جي. فبين ايه تاني؟ خلينا نسمي دول كده الاول، اقول له بريك اوت بنز، وظهر لي ايه بين نيم، يس. تمام، بيقول لي هوصل لك التي اكس، هخلي لك كل مكون ظهر اسمه كام، الدي بلس كده بقى متوصل بالدي بلس، الدي ماينس متوصل بالدي ماينس، الجراوند بالجراوند، السي ده هنسميه ايه؟ هنيجي من نيم كده نسميه 5 فولت. تمام، باقي البنات هنسيبها زي ما هي، الار اكس والتي اكس
ممكن دول نسميهم ماشي، خليهم في اكس وار اكس زي ما هما. تمام، عايزين بقى نحط ايه؟ كريستالة 12، كريستالة بتبقى معاس، كريستالة 12 ميجا، يعني ممكن نعمل كده كريستال كده، هيجيب لك اي حاجة اسمها في كريستال او جزء اسمها في كريستال. هتيجي مثلا هنا كريستال، تلاقي احجام مختلفة، بتدور بقى الشكل المتعارف عليه. تمام، اللي هو لا اما بالشكل ده او اللي فوق، اي واحد منهم. طيب انت مثلا مش عايز تعمل سيرش عليه، ممكن تيجي تروح تعمل كده، مسح اللي مكتوب هنا ده واقول له انتر، ولا اما تدور على لايبر اسمها كريستال انزل تحت كده كريستال اهي. تمام، برضه نفس الكلام، هتاخدها بالترتيب لحد ما تلاقي الشكل اللي انت ايه عارف. ده كله 3 اطراف، انا ما عنديش كريستاله 3 اطراف هنا، الكريستاله اللي عندي كلها ايه طرفين اتنين. طالما لقيت هنا في الاسكيماتيك اصلا 3 اطراف، يبقى مش دي اللي انت محتاجها. تمام، دي مثلا، بس دي اس ام دي مش هتنفعني. طيب انزل تاني اس ام دي، برضه اس ام دي في كريستال اوسيليتور، ماشي ادي شكل كريستال مثلا، ده شكل وحجم الكريستال الطبيعي اللي انت عارفه اهو، ده شكل الفوت برنت، وضيف لك ايه 3 دي موديل. هتنزل بقى تلاقي اشكال مختلفه واحجام مختلفه، مثلا كل فوت برنت من دول بتبقى بقى ايه كريستالات بالجيجا هرتز، الدوائر اللي هي الهاي سبيد الكلام ده. خلينا نرجع تاني للشكل اللي فيه 3 دي موديل، عشان الناس اللي بتزعل ان 3 دي موديل بيروح يضيف 3 دي موديل لوحده، خلينا نجيبها لكم 3 دي موديل على طول. اقول له اوكي، وبرضه لما نروح اللاي اوت هنعرف اذا كانت هي دي الشكل بتاعها ريال ولا لا من ابعادها، يعني لو ابعادها قريبه قوي مش هتبقى هي ايه اللي ينفع استخدم. نزلت مثلا كريستاله، باقي لي ايه مكثفين 22 بيكو اللي هيبقوا جنب الكريستاله. لما هاجي عرفنا بقى ان المكونات الستاندرد بتكون موجوده فين؟ سبارك، اللايبراري الخاصه بسبارك فان. فاجي كده لما انزل على سبارك فان كاباسكرز اهي، ولما اجي على القيمه اللي انا محتاجها اللي هي مثلا 22 بيكو فاراد اهي، واقول له اوكي، وانزل منها مثلا 2 اد 1 اد 2، او ان انا اجي على نفس اللايبرري اللي اسمها سبارك فان، وهنزل تحت كده هتلاقي في حاجه عاملينها زي مقاس ايه جنرال كده. تمام، ممكن تروح على اي فاليو من دول زي مثلا 1 من 10، وتختار مثلا ايه الشكل ده، هو ده التي اتش تي، وتعدل الفاليو بتاعته من بره، يعني مش شرط الفاليو اللي انت عاوزها تكون موجوده، بس اهم حاجه الفوت برنت ايه بنفس المقاس. تمام، المكثفات دي كل ما بتغير في الفوت برنت، المكثفات السيراميكيه اغلبها نفس المقاس، وخاصه اللي هي العدسيه، المكثفات العدسيه دي، لان في مكثفات سيراميكيه ما بتبقاش بنفس المقاس اللي هو لونه ايه اصفر، بيبقى شكلها اصلا مختلف، لان المكثف بيبقى لونه اخضر وابعاده كبيره، او لونه احمر او بني وابعاده كبيره. تمام، فده مثلا المقاس ايه الستاندرد بتاعنا. طب احنا محتاجين ايه؟ مكثفات كانت كام؟ محتاجين الواحد من 10 مايكرو ده، يا اما بيقول عليه ال 100 نانو او ال 104 مقاسه، او الرقم 104. تمام، اللي هو 10 في 10 اس 4 بيكو فاراد، فانت لما تيجي تحولها هيطلع لك 100 نانو، او في واحد يقول لك واحد من 100 مايكرو اللي هو 103 او 100 او 10 نانو. تمام، هنا برضو في ال 10 نانو اهو، تلاقي يعني اللي هو ايه ده شكل تاني ال 10 نانو، ده اس ام دي، ده 60603 مقاس اس ام دي. اما تيجي هنا حجم المكثف ده بيختلف بناء على ايه؟
هي الفاليو واحده يعني، ده 103 او 10 نانو فراد، بس لو خدت بالك هنا بيقول لك كام؟ 10000 فولت. 10000 فولت، كل ما الجهد بتاعك يزيد هتلاقي المكثف هي نفس الفاليو او نفس السعه، بس الجهد بتاعه اكبر، فتلاقي حجم المكثف اكبر. يعني مكثف 25 مايكرو فراد ومكثف 25 مايكرو، بس مكثف القطر بتاعه 1 سنتي مكثف القطر بتاعه 2 سنتي، ده هتلاقيه 100 فولت مثلا وده 50 فولت، او ده 25 فولت او 16 فولت وده 50 فولت، وهكذا. تمام يا شباب، عشان برضه تبقى عارف ابعاد المكثف او ابعاد المكثفات اللي تي اتش تي بتتحدد بناء على ايه. فانا مثلا جيت هنا على ادي المقاس اهو اللي انا محتاجه بالنسبه للواحد من 10 مايكرو، بقول له اوكي. ده بيكون محطوط بيتوصل مع بنة ال 3 فولت، 3 و3 من 10 فولت كده، عشان لو في اي نويز وصلها على الجراوند. تمام، هاجي كده اوصله اهو الطرف الثاني بتاعه على ايه الجراوند. ممكن اعمل موف ده كده، ممكن بقى تنظمه يعني. انا بس يعني بعمل كده طبيعي ان انا ما بوصلش الموضوع ده كله ورا بعضه كده، ايه الموضوع يبقى تنظيمي اكتر يعني. قاعد بقى براحتك كده معاك كوبايه النسكافيه وفاطر بعد الصيام طبعا، تقعد بقى ايه تصمم براحتك كده وتخلص ايه المطلوب ده. تمام، حاجه اسمي ده جراوند، اسمي ده اكس اكس اي، سمي ده اكس او زي الاسماء اللي هم فوقهم يا شباب، اللي هم هنا دول مدخل ومخرج الكريستال. تمام، الدي تي ار هتبقى زي ما هو 5 فولت ماشي، الدي ماينس والدي بلس تمام بقوا متوصلين مع بعض. باقي لي تي اكس والار اكس هنوصلهم دلوقتي. ممكن نحط الفاليو هنا محطوط 1 من 10 مايكرو، ممكن اجي كده اروح جاي مغير الفاليو خلاها كام؟ 104. تمام، ممكن اروح جاي اعمل كوبي ده كده، احط كمان واحد مع مين؟ مع الدي تي ار عشان يعمل لي الريسيت. انا هبرمج بيه مايكرو كنترولر او هبقى استخدمه كده يو اس بي تي ال، بس عاد اعرض بيه داتا. وهاجي هنا احط فاليو لده، ده يبقى كام؟ 103 مش 104. وهسمي ده اهو طرف ال ار اس تي او الريست. تمام، باقي لي ايه المقاومتين اللي هم الواحد كيلو. هاجي كده اضيف اروح على سبارك فن ريزيستورز. للاسف انا هضطر اضيف مقاومات تي اتش تي مش ثرو هول، لان مش هتلاقي مقاومات تي اتش تي، مقاومات اس ام دي 1 كيلو، هتلاقي 1.5 كيلو. تمام، والقيم الستاندرد بتبقى نازله في السيتش 140 جي، اللي بتخليه يبقى شغال يعني بالبوتنشال بتاعه اللي هي الواحد ايه؟ 1 كيلو. انا اختار مثلا مقاس 1 كيلو ده واقول له اوكي. كده كده هنحتاج مقاومتين اتنين بس يعني مش هنحتاج كتير. تمام، واقول له ادي واحده محتاجينهم على التي اكس والار اكس ماشي، هنزل ادي مقاومه وادي التاني. طيب محتاج اعمل ديتكشن او احط للدات تنور مع التي اكس والار اكس وللدات مع الباور. ممكن اجي كده اروح على انا هنا في سبارك فون ريزيستور اهي، اجيب مقاومات هنزل على الجنرال او الجينيريك ريزيستور باكج، اختار ال 1206 واقول له اوكي. دول هيبقوا بتوع الليدات، وزي ما قلت مع الليدات بكبر قيم المقاومه، ما يهمنيش الاضاءه انها تكون عاليه قد ما يهمني ان حتى لو الليد شغاله ما تحسبليش الكوميونيكيشن وهو بتبعت داتا او بتستقبل داتا. تمام، بقى انا لما اجي احط المقاومات دي احطها مثلا ايه 1.5 كيلو 2 كيلو. تمام، يبقى انا هسمي دي كده هحط فاليو هنا هقول له بيبقى اسمها 15 2 قيم مقاومات الاس ام دي يا شباب، عشان برضو الناس اللي ما تعرفش القيم بتتحسب ازاي. 15 2 دي معناها 15 في 10 اس 2، 15 في 10
أس 2 يعني 1.5 كيلو، تمام؟ الناس معايا ولا ايه؟ مش عارف انتوا نمتوا ولا اتصلتوا ولا ايه؟ تمام، حطيتها 15.2 اهي، عشان ايه اللي ممكن الناس تقول ايه ال 152 دي؟ 15.2. طب لو 103 تبقى كام؟ لو 103 تبقى كام؟ ولو 105 تبقى كام؟ لا مش 1000، تبقى 10 كيلو. طب لو 105؟ واحد ميجا، تمام. نفس الكلام هاجي اقول بقى ان القومة دي 1 كيلو، القومة دي 1 كيلو، 500. ايه اللي 500؟ انا بقول لو هي 100 و 105، يعني عشرة في 10 أس 5 اللي هو كام؟ 10 أس 6 يعني 1 ميجا. لو 103 يعني 10 في 10 أس 3 اللي هي 10 كيلو، تمام؟ القيم دي بتلخبط فعلا، يعني ممكن تتلخبط فيها عادي، بس انا ما بنقول عشان ايه محدش يتلخبط فيهم بعد كده. نفس الكلام مع قيم المكثفات. المكثفات بقى انت بقى بتقول كام قيمة المكثف لو ظهر قدامك؟ 103 105 106 107 وهكذا، بتبقى عبارة عن 3 ديجيتس. 106 يعني 10 في 10 أس 6، القيمة دي بالبيكو، القيمة اللي هتطلع لي في النهاية بالبيكو. ببدأ أقربها بقى بالمايكرو أو بالنانو أو بالفراد حسب ما أنا عاوز، تمام؟ سمي ده كده 5 فولت، لقيت إيه؟ ماشي، ما هو موجود عند رام 1 كيلو. المشكلة مين اللي هيروح الرام يجيب لنا الواحد كيلو؟ ممكن نخليها خلاص، نحط دي، نخلي دي، نشيل دول كده، ديليت دول ونحطهم اس ام دي. مش عايزين حد بقى يكون جاي من الرام يجيب لنا الايه؟ المكونات. رايح بكرة؟ طب كويس، هقول لك على شوية حاجات تجيبها لي معاك. جيب لنا الحاجات اللي هنحتاجها في البورد دي، يعني مش حاجات للمشروع، تمام؟ سي اتش 340 جي مش هتلاقيه موجود عند رام، او هتلاقيه موجود غالي. فابعت لي انا على الواتس انت هتحتاج ايه، وانا اقول لك اماكن تجيب منها ارخص يعني. طيب باقي ايه تاني؟ الليدات. ماشي، خلينا نيجي هنا على سبارك فون برضو، بس هاجي بقى المرة دي على سبارك فون ايه؟ ال اي دي اهي، تمام. اروح على اللايبراري اللي اسمها ال اي دي بقى تاني. محتاج المقاس بقى 0.8 0.5 مش 0.6 0.3، محتاج مقاس 0.8 0.5. ممكن نفتح كده هتلاقي فيه. طب انا اشوف المقاس اللي معايا الاول كام. هنا انا جايبه من لامباترونكس، انا مش فاكر المقاس الصراحه كان كام. اللي او عشان ما يجيليش كله بس من دي. ايوه هي 0.8 0.5. خلينا نرجع كده، انا محتاج اس ام دي كل 0.6 0.3. بدي يكون في هنا حاجة جينيريك،
ماشي، ممكن نيجي كده ورا كده نعمل ايه؟ ال اي دي 0805. مفيش. طيب هات 0805 بس، اجيب له بقى اي حاجة في الباكج دي. هنزل على الداتا على طول، دي للداتا هي موجودة على طول بنفس المقاس. اي واحدة بقى فيهم هتنفع، تمام طالما المقاس مظبوط اهم حاجة. تمام يا شباب، خلينا مثلا نختار على طول ايه دي، يلا نهزر ادي واقول له اوكي. موجودة في اللايبراري اسمها ليت تبع فيوجن الكترونكس، تمام اللي هو المانج فولدر. دي هنا كده، ودي كمان هنا. ده ايه تاني؟ عايزين كمان واحدة بقى ايه، باور انديكيشن. هنحط كمان واحدة هنا كده على الجراوند على طول. هنجيب مقاومة 1 كيلو أو 1 كيلو. تمام، وأجي آخد ده أهو كده سميه ايه؟ 5 فولت، وده 90 بالـ5. نوصل ده كده، نسمي ده الـ RX، الـ RX output مثلا، والـ TX دول اللي هيكونوا طالعين ليه بعد الـ connect. وهنا في اللي هنا ده في اكس ولا ار اكس عادي. ده ار اكس وده تي اكس. تمام يا شباب، يبقى انا وصلت كده اليو اس بي كونكتور. بعديه ال سي اتش 240 جي باور انديكيشن، هنا ان في باور او مفيش باور. كريستاله، كثافة الكريستالة، كثافة الريسيت، المقاومات اللي بتعمل لي بتعمل الكرنت ليميتنج. عندي هنا دول عشان يدوني ده انديكيشن في عملية الترانسميتر او الريسيفر. فانا مثلا هاجي اعمل هغير المقاومة دي كده، الفاليو بتاعتها اخليها ايه، ان دي خاصة بالار اكس، وان دي خاصة بالتي اكس. تمام، لبل تي اكس. ممكن تغير النيم بتاعهم كمان، كله خليه دي خاصة بالتي اكس وبالار اكس بقى، معذرة دي خاصة بالتي اكس. النيم حاجة والفاليو حاجة عشان الناس متلخبطش بين الاتنين. ممكن تظهر الاتنين، وممكن تظهر النيم بس، ممكن تظهر الفاليو بس براحتك. الليد دي برضو ممكن نغيرها، سميها ايه ليد وخلاص اهو باو. تمام، ممكن نغير نشيل الاسم بتاعها ده، الفاليو مش عايزينها، شكل احترافي شوية. ممكن نشيل دي، نجيب دي كده هنا بره، سميها ايه، واخدة في 3 والطرف التاني على الجراوند. ماشي، ادي طرف، الطرف التاني واقول له ده متوصل ب V3، الطرف ده على الجراوند بايه تاني. هل بقى حاجة تاني ممكن نيجي نسمي ده، نغير الفاليو بتاعته، نقول له مثلا تايب ايه، يو اس بي تايب ايه. تمام، الكريستالة دي نخليها 16 ميجا
12 يا ربي، 12 ميجا هرتز. تمام، كثافة تنزل الفاليو بتاعتها 22 بيكو ماشي، تنزل ب 103. بقى ايه؟ بقى حاجة واحدة، البين هيدر اللي انا هاخد منه الاشارات في الخارج، صح كده؟ انا محتاج اشيل بقى الموضوع ده كده، وانزل على البين هيد، ولا حرف البي بين هيد. تمام، محتاج كام طرف؟ محتاج الخمسة فولت والجراوند والتي اكس والار اكس والريسيت، صح؟ انا ممكن احط حاجة تاني يعني، كفاية دول، ممكن نحط حاجة تاني براحتكم اللي انتوا عاوزينه، عاوزين نحط حاجة تاني اللي يريحنا. خلينا مثلا ايه نعمل ده دلوقتي، اللي هو الخمسة طرف، واقول له اوكي مثلا ده. خلينا نجيب بقى اللي هو الرايت انجل ده ايه، هو مش انا نجيب الرايت انجل ده، اقول له اوكي هنيجي هنا نضيف بقى الترتيب كده، ممكن اجي كليك يمين على طول واقول له بريك اوت بينز وول بينز بين نيم بس. طيب هنا نقول 5 فولت وده الجراوند، تمام. في ايه تاني؟ الار اس تي او الريست، الار اكس اوت، محدش يسمى ار اكس بقى عشان ايه؟ يعني انت لما تيجي هنا انا سميت ار اكس 0، لا ار اكس اوت، يس تي اكس اوت، عشان ايه لما اجي اسمي ما يحصلش عندي مشكله، ما تسميش ار اكس وتي اكس عشان ما يربطهملكش من قبل المقاومات والليدات والكلام ده، سمي دي تي اكس اوت. تمام كده انا خلصت ايه، خلصت هنا شغل في الايه الاسكيماتيك. عايز تظبط بقى الموضوع ده كده اهو موف جروب، تنقل براحتك بقى، خلي دول مثلا كده هنا دول مثلا كده، استعمل دول مثلا خليهم هنا مثلا كده براحتك بقى، يعني انتوا ايه بصوا زي ما انتوا عاوزين. تمام، بس ضيف لاين او بس زي ما احنا اتفقنا، اجي كده لاين اهو، اكبر اللاين زي ما انا عاوز كده، تغير اللون زي ما انت حابب، انا اشتغل مثلا بالازرق المره دي، اقول له شورت داش او داش دوت زي ما تحب. تمام، اقول له مثلا دي ايه ابعاد البوردة بتاعتي، ممكن اجي كده اكتب نوت بسيطة ان ده ايه ديزاين مثلا ات 25 ابريل مثلا 2021 باي عماد مثلا فيسبوك كود، ده يعني بيعتبروه كده بمسافة documentation. تمام، اوكي عايز تكبر الفونت اه تجي من السايز ده تكبر براحتك كده زي ما انت حابب، ممكن تكتبه بقى في اي مكان انت عاوزه. تمام، عايز تكتب مثلا البوردة دي بتعبر عن ايه بحيث اللي يشوفها يبقى فاهم، اهو نفس الكلام البوردة دي كانت عبارة عن ايه CH340 جي يو اس بي USB to TTL and
تليجرام. تمام، ممكن تيجي على البروفيشنال تخلي فيكتور، تيجي على دي تزودها كده تخليها 20، تخلي لك الخط بتاعك بولد. تمام، ممكن تزود السايز بتاع الخط بتاعك من هنا، تكتب الفاليو اللي انت محتاجها، ممكن تغير الخط زي ما تحب اهو. تمام يا شباب، عشان برضو ايه محدش يقول احنا ما عملناش كل الحاجات دي. ممكن بعد ما انا عملت الخط مثلا محتاج اعدله اجي اخليه من هنا ايه زي ما انا عايز، بس الريش مش تبقى ظاهره معايا. اتكلمت انا لو عايز اعدل الريش تبقى ظاهره معايا، اعدلها ازاي؟ يعني انا كده قلت له ابلاي اهو، خليت غيرت الخط بتاعي، الريش ظهرت اهي. طب لو هي مش ظاهره ممكن اجي اعمل تشينج اغير الريش من هنا اهي، احط الفاليو اللي انا محتاجها واقول له اوكي واضغط بس على الخط. تمام، او الحاجه اللي انا محتاج اغيرها. طيب انا كده خلصت الاسكيماتيك، عايز اروح بقى للاي اوت. اضغط هنا جنريت او سويتش تو بورد، يقول لي اعمل كريت من الاسكيماتيك اللي انت فيه دلوقتي، اقول له يس. تمام، طيب وليكن انا عايز احدد بقى ايه ابعاد البورده اللي انا هشتغل فيه. انا مش عايز اشتغل على ايه، اتفقنا ان انا عايز اعمل دلوقتي كاستم شيب معين خاص بيا انا، وهروح اصممه على ايه، على السوليد. هفتح السوليد كده، اي برنامج كاد يا شباب اشتغلوا عليه، اي برنامج كاد، برنامج مثلا زي الاستريتور، البرامج اللي هي بتطلع فيكتورز، اي برنامج بيطلع خطوط فيكتور او رسومات فيكتور، برنامج الاستريتور، اي برنامج كاد زي ما قلت، حاجه اهم حاجه تطلع تكون بتطلع فيكتور ما بتطلعش بيكسلز. تمام، وعادي هو انت ممكن تطلعه بيكسل عادي وتتعامله معاه كانه ايه صور، بس انا هنا لما باجي هنا بتعامل مع دي اكس اف، بطلع حاجه اسمها دي اكس اف فايل. تمام، يعني انا هاجي كده كاريت فايل جديد او نيو بارت، انا هنا مش بشرح سوليد. تمام، بس انا هعمل ايه حاجه بس سريعه، ان انا اعمل بس سكتش واطلع دي اكس اف فايل. اختار مثلا التوب بلين، تمام، اختار انا هاجي مثلا اقول له دي البورده بتاعتي، البورده مثلا عايزها كام، 3 سم مثلا، 3 سم ده قد ايه، 3 سم كبيرة بس ماشي شغال. هقول له 3 سم مثلا في 5 سم، 30 مللي، 50 مللي. تمام، أو مثلا 20 في 50 مثلا. تمام، يعني 2 سم، 5 سم. طب ده شكل البوردة وخلاص، أنا مثلا محتاجها بالشكل ده، ده الشكل اللي أنا محتاجه ده. هعمل كده فيتشرز كود، خليه مثلا سمك البورد النحاس، انا اقول له 1 مللي مثلا. تمام، ده الشكل اللي انا طلعته. طيب انا محتاج ده، دي كده البورده بتاعتي. تمام، عايز اطلع البورده دي كدي اكس اف، حاجه اعمل فايل سيف از، طلعها دي اكس اف فايل، هاجي مثلا على الدوكيومنتس الايجل، الملف اللي انا مسايب فيه البروجكت بحيث اسهل على نفسي، والملفات كلها موجوده في مكان واحد، واقول له مثلا ده اسميه اللي اوت ايه لاي اوت. تمام، فيس لوبس والايدجز، اخترت التصميم اللي انا محتاج اطلعه دي اكس اف، اقول له اوكي، هيجيب لي الاطار بتاع البورده بس اهو، ده شكل الدي اكس، ده كل اللي انا محتاجه اللي انا ممكن اعمله من الايجل. بس انت دلوقتي لو جيت رسمت اشكال مختلفه، يعني على سبيل المثال خلينا نعمل لك ايديت سكتش عشان تحس بالفرق، مثلا جيت انا عملت شيب بالشكل ده، تمام، وهاجي اعمل تريم،
تمام، محتاج مثلا شكل البوردة بالشكل ده، قلت له اوكي تمام، ده شكل البوردة اللي انا محتاجه. لو جيت قلت له دلوقتي سيف سيف از، يعني دي مش حاجة معقدة يعني، انت ممكن تعملها، بس يعني انا بجيب لك، يعني بحاول اجيب لك ان السوليد هيديك امكانيات انت ما تقدر، ممكن ما تقدرش تعملها ببرامج، بالبرنامج اللي هو بتاع الايجل لوحده، فاهمين قصدي؟ الايجل مش هيديك فلكسبيليتي في التعامل مع الزوايا، وانك تحسب المسافات بالظبط، وانك تعمل الكيرفات او الارك او الشامفر او الكلام ده كله. لكن مثلا اقول له ده كاستم شيب مثلا، سيف، اختار الفيس والايدجز، اوكي سيف تمام. طيب محتاج ارجع تاني، انا كده هعمل edit sketch، خلينا احذف ده كله وارسم الرسمة انا كنت لسه راسمها. كانت كام؟ كانت 2 × 20 × 50. الناس اللي بتشتغل على السوليد في حاجة اسمها تيبلز ممكن تدور عليها، مفيدة جدا يعني، هتفك التصميمات خاصة لو بتعدلي تعديلات كتير. هعمل كده كنترول اس، مش محتاجة سايب البارت دلوقتي، اقول له سيف اس دي اكس اف، اقول له مثلا ده ايه اللي اوت بتاعي بقى اللي انا محتاجه، اقول له سيف ماشي ريبيلد، وبيقول لي اعمل ريبيلد الاول فيس لوك ايدجز ماشي ليه بشكل البوردة، اقول له سيف تمام. كده انا خلصت ايه التصميم بتاعي، ما فيش اي مشكلة. هاجي اقفل ده هيقول لي عايز سيف، اقول له لا مش عايز سيف بقى، انا خلصت ملف دي اكسب. لو انت عايز تسيف التصميم يبقى سيفه براحتك، بس انا عندي ملفات كتير. حاجة كده اللي انا هعمله، اروح جاي هعمل ايه، هعمل ديليت لدي، حددت التاني، حددت الدايمنشن اهو، رحت جاي اعملها ديليت، فهاجي هنا من اللايرز اخفي كل اللايرز، هعمل لها هايد لاير واظهر الدايمنشن فقط، واقول له اوكي تمام. طيب بعد كده هعمل ايه، هاجي هنا فايل امبورت دي اكس اف، فايل تاني امبورت دي اكس اف تمام. هعمل براوز اجيب الدي اكس اف فايل بتاعي، انا كنت حاطه في فين الدوكيومنتس الايجل بروجكت ماي سيشن، واقول له خلينا نجيب الكاستم الاول بعد كده نعمل له ديليت، انزل ايه نوع تاني سيلكت لاير، اقول له دايمنشن لاير اهي تمام. بيقول لي عايز النظام متر ولا بينش، اقول له خليك بالمتر. هيبدا من الزيرو زيرو، ابدا من الزيرو زيرو تمام. التراك بتاعك يبقى كذا، اقول له ماشي خليك زي ما انت، خلي كل حاجه زي ما هي كده، يبدا من الاكس والواي بزيرو وزيرو، اقول له اوكي. بيقول لي ده ده الفايل جنريشن او السكريبت اللي هيرن عشان يبدا ينفذ العمليه دي، اقول له ماشي اعمل له رن. ها ايه اللي حصل؟ شكل البورد اتغير للكاستم شيب الجديد ده. لو انا جيت افتح المانفاكتشر فايل كده هيقول لي ده شكل البورده اللي المفروض تتصنع. يا شباب طيب عايز اعدل ده مش عاجبني، اروح اعمل ديليت واضيف الجديد، فايل بورد دي اكس اف، مش بيت ماب بقى دي اكس اف، بيت ماب ده لو انت عاوز تضيف صوره، يعني انت ممكن تضيف صورتك على البي سي بي عادي مش اي مشكله، او اي صوره عاديه زي ما عملناها قبل كده. فايل امبورت دي اكس اف، اختار بقى المره دي الفايل الثاني اللي هو كان اسمه لاي اوت اوبن تمام، واقول له اوكي ران تمام. دي ابعاد البورده اللي احنا ايه نزلناها، واجي بقى اظهر اللايرز بتاعتها على الديفولت، اقول له شو لايرز اوكي، دي شكل المكونات اللي انا هبدا ايه استخدمها. طيب خلينا بقى نبدا نرص المكونات كده. الاول قبل ما ارص المكونات هروح اعمل ايديت للجريد، اعمل فيو جريد، خلي الجريد بالملي
خليه كام؟ 0.25 من 1000، اللي هو الفاينست فاليو. لان انا شفت ناس كتير بتفضل ضغط الت، واخد بالك ان في هنا الت اهي، بيقول لك ان الالت دي فاينست بتاعها 5 مايل او ام اي ال، تمام؟ يعني انت لو حسبتها بالملي اقل حاجه، يعني لو بتبقى ضاغط الت بيصغر لك المربعات لدرجه انها تبقى كام؟ 127 من 1000. انما احنا هنا عملنا اصلا الطبيعي، انت لو تحرك الماوس تبقى اصغر مربع بالنسبه لك 25 من 1000 ملي متر، تمام؟ من غير ما تضغط الت بقى عشان تحرك الكلام ده كله. اوكي، طيب عايز ارص بقى المكونات بتاعتي. ابدا من الموف كده، وليكن عايز احط الكونكتور ده هنا كده، واجي بقى اظبط الدايمنشن بتاعه، اقول له مثلا خليه لي على ارتفاع، ما انا عامل دلوقتي البورده 20، اقول له خليه لي على ارتفاع 10، يبقى في نص البورده، تمام؟ وعلى بعد مثلا 3 مللي من ايه؟ من الحرف مثلا، او 2 مللي ونص مثلا، زي ما انت حابب. انا 3 هيبقى كويس، ماشي، واقول له اوكي. ده كده بقى في نص البورده بالظبط، من سنتر، وعلى بعد ايه من الحرف 3 مللي. ممكن اجي اخد ايه الكونكتور اللي هنا ده، احطه هنا كده مثلا، شوف اظبط بقى ده، عايزه على ارتفاع 10 مللي برضو، تمام؟ وعلى بعد إيه، وليكن نخليها بدل هي كده نقول له 49 بس، تمام؟ ممكن تطلعه بره شوية زي ما تحب، ممكن تخلي 49 ونص، أقول له أوكي، تمام. بقى إيه تاني؟ نجيب بقى ال 48 جي ذات نفسه، ممكن تجيبه كده، تمام. الكريستالة بتاعته يبقى جنبه برضو، بس هنا تخلي بالك بقى الحاجات اللي زي دي، اما نيجي دلوقتي نعمل راوتنج او تيجي تلحق المكونات دي، الكريستالة لازم تحط حاجة عازلة بينها وبين ايه؟ لان الكريستالة الجسم بتاعها معدن، واللي هيبقى تحتها نحاس، فلو انت ما خدتش بالك تلاقي الاثنين عاملين شورت سيركت مع بعض، فالمفروض تبقى واخد بالك من حاجه زي دي. ايه تاني؟ تاني، وانا دلوقتي مش دي هتبقى برضه دبل لاير، لو انا جيت دلوقتي عملت حكايه نحاس هنا، انا ما عنديش سولدر ماسك، السولدر ماسك كان بيغطي لي النحاس، انما دي احنا هنعملها يد وبايدينا، طبعا عندي سولدر ماسك. فلو انا جيت حطيت البورده بالشكل بتاعها ده كده ولحمت المكونات، اي مكون جسمه معدني هيعمل لي شورت سيركت على باقي التراكات تحت. وصلت اللي انا بتكلم فيه؟ وصل ولا؟ حد مش فاهمني؟ طيب خلينا نجيب بقى الكريستالة، مكثفات الكريستالة، أقول له أدي المكون بس في الأول، أدي المكثف الثاني، انا بحاول دلوقتي افضل يعني اوجد افضل حل. خلي دي برضو في النص بحيث السيمترية، خلي شكل دي برضو كويس، دي مثلا عند 25، اجيب دي هنا كده، ممكن اخفي الحاجات دي عشان ما تزعجنيش، اخفي اي حاجة الا التوب والبوتوم والبايا والباد والدايمنشن. هنعملها دبل، اه اكيد لازم تبقى دبل.
ولا بريست بريست ستاندر زر البينيم والبينيم كمان فيه في فاليو هنا بس نشر ميجا نخليه كده ممكن نخلي الاكس اوت بتاعه كده والاكس انبوت ده هنا كده نخليهم كده مش هتفرق معانا في حاجة تمام عشان السيمترية ممكن ايه ممكن انا عندي روشة في موضوع السيمترية ده ممكن 45 ممكن ايه كده اهو خليها 45 تمام خلي دي برضه نفس بعض بس دي هتبقى كام بقى هي 35 ثلاثة ثلاثة والجراوند ماشي ده مع مين هنا تمام لينا على قريب من الريسيت أو تعالى بعيد شوية عشان لو حبينا نلحم تاني تاني خلي دول دي الليد بتاعت الـ RX ماشي ليد الـ RX ليد الـ TX نضغط على الـ RX نفس كده بيقلك ايه مقاومة مقاومة دي هنا ماسك دي اصلا عامل ماشي ده بتاع البار ممكن نخليهم هناك ثواني وكده في حاجة ماشي خلي دي كده دي بقى نعملها ميرور فتح دي ميرور
لو جيت وان لاير هتبقى كبيرة، ممكن نكبرها ونخليها سنجل لاير عادي. بس يا عم انا يعتبر خلصنا يعني، مش بقى حاجة فيه. ايوه والله العظيم هتتنفذ عملي، اقسم بالله والله العظيم هتتنفذ عملي. الإيداد ده انا عاملها بالشكل ده خاصة عشان اعرف اعمل الفايز جنبها، الفايز دي هتبقى معموله يد. تمام يا شباب، خلونا هي يعني ممكن تصغر عن كده لو انت تنفذها بره، تصغر عن كده ان احنا عشان نعمل فايز زياده، والفايز زياده ودي بنوصل سلك ونلحم من ناحيتين السلك ده، سواء في اللير ده او في اللير ده. فانا هاجي اعمل ايديت بقى للديزاين رول، خلي الكليرنس بين الوايرز والوايرز نقول مينيمم 5 من 10 مللي، أو بلاش خليها 3 من 10 مللي، عشان البدات زي ما قلنا أنا بحدد الكليرنس دي بناء على البدات اللي موجودة عندي في البوردة، فأنا هخليها كلها 3 من 10 بدل ما أمشي. أنت ممكن بقى تشوف الواير والباد هيبقى قد إيه، الواير والباي قد إيه، وهكذا. تمام، فأنا بريح دماغي. ممكن تقيس برضو، ممكن تخلي بس بين الباد وبين الباد دي 3 من 10 مللي وتزود الباقي. فانا انا بخلي كله ستاندرد مثلا على المينيموم، وبعد كده وانا شغال بكبر انا المسافه براحتي. يعني زي ما قلت احنا بنظبط الايزوليت ديرنس والكلام ده، احنا شغالين براحتنا تاني. عايزين نعمل برنر مفيش مشكله، ممكن نخلي السيشن الجايه نعمل برنر. لو انت عايزين برنر ليه للاي بي ار للبيك، نعمل برنر. لو عايزين نعمل برنر المينيموم ويتس قلنا نخليه 5 من 10 أو 6 من 10 مللي، بس لو هنشتغل يدوي خلينا إيه 6 من 10. طيب لو هنشتغل يدوي خلينا 6 من 10، ما ينفعش هنا أحط 6 من 10 ليه؟ لأن البادة 3 من 10 مللي، فأنا لو حطيت 6 من 10 وجيت أعمل تراك 3 من 10 هيقول لي ما ينفعش، أنا خليها 3 من 10 مللي. ولما أحب أكبر التراك أكبره زي ما أنا عايز. المينيمم دريل نخليه برضو إيه 3 من 10 مللي، في بونص 3 من 10 يعني، كويس لكن شيء كويس الحمد لله. تمام، نقول له ابلاي، او ممكن نخليها 4 من 10 مش هتزعلنا من حاجه، بحيث لما انا اجي اخرم ببونط 3 من 10 ما تاثرش معايا حاجه. واقول له اوكي. تمام، اجي كده اعمل راوتنج بقى. خلينا نبدا اول حاجه بالتوب كده، أو ماشي أجي هنا الخط خليه 45 أول حاجة ده. طب أنا شايف التراك ده صغير، أجي أكبر عادي بقى براحتي. تمام، طيب أنا مش عايز أعمل دي كده، هطلع كده. حد هيقول لي دي عامل زاوية 45 أهي، زاوية 90. تمام، جراوند جراوند جراوند
ممكن نصغر ده كده، ثمانية من 10 مللي، يعني مصغر برضو قيمة مقبولة، عشان الناس اللي هتقول لي أنت مصغر التراك، 8 من 10 مللي ده كبير مش طيب. يعني هاجي أغير دول برضو دلوقتي، هاجي أتشينج كده الويتس، تمام، اللي 8 من 10 مللي، وأعدل اللي أنا كنت عامله كبير هنا. بس حبة كده مرة، عشان ألاقي الناس بقى جاية عاملة زي ما أنا عامل. هزغرت لكم، هزغرت لكم وأنا بعمل ده. انا هنا يعني انا مش هرجح دي خالص ان انا ادخل بتراك عريض كده، انا افضل ان انا ارجع لل3 من 10 صغير، 3 من 10، 4 من 10 مثلا، خليه 5 من 10 بعرض البادة كلها، ممكن اخليه البادة لسه اكبر 6 مثلا، تمام، وطلعت للتراك بره. ممكن اجي كده يعني الدي ماينس ما يستاهلش، الدي بلس والدي ماينس دول داتا ما يستاهلوش ان هم يبقوا كبار، فانا ممكن ارجعهم 6 من 10 تاني، تمام، اصغر المكثف ده. ممكن اطلع بقى كده عشان انا عايز اعمل باي هنا، ممكن اجي كده هنا اعمل باي، ماشي، ممكن اخلي الدريل 5 من 10 والديامتر بتاعها 7 من 10 8 من 10 كمان، تمام، عندي دول هيبقوا نفس الوضع، ده عايز يروح فين؟ ماشي، طب خلينا نشوف لو انا عملت اصل لدول ميرور ممكن يرد يحلوا لي ازمتين، انا بدل ما كنت هعمل بدل ما كنت هضطر اعمل بايظ كتير، هنعدل للحاجات دي، تمام، بس أنا بحاول إيه أطلع بأفضل عدد متقاطع من التراكات لـ ATX. وانا ليه اعمل كده في نفسي، الف دي كده، خلي دول اللي ما عملتش سيمترية،
99 بلاشها. لازم نضحي بحد على حساب حد. مش لازم قوي يعني. أجي هنا تحت الصيح ممكن أكبر ده أخلي واحد عايز تلاحظوا بس حجم الفايه هنا، انا عامل الدريل 5 من 10 مللي، والباده القطر بتاعها 1 مللي. ده رقم كبير جدا عشان انا بعمل يدوي، عشان انا هعمل البورده دي يدوي. انما لو بصنع خلي الكلام ده صغير جدا، ما بقاش بالرقم ده، الرقم ده كبير تمام، بيبقى 15 مللي مثلا، 15 من 100 مللي الدريل في الفايز، او 2 من 10 مللي مثلا، وهكذا. وده بتعرفه منين؟ على حسب المصنع اللي انت هتصنع عنده. كل شركة مثلا لو انت هتبعت الصين، كل شركة بتبقى ليها مثلا أقل حاجة تقدر تصنعها، يعني المينيموم الستاندرد مينيموم أقل حاجة بتاعت 2 من 10 تمام. فانت حاول تصنيفاتك ما تقلش عن ايه؟ عن 2 من 10 مللي. يبقى هنا الدي ماينس. طيب الدي ماينس اهو، تسألوا في أي حاجة يا جماعة، متسألوش في حاجة ليه؟ ولا أنتوا فاهمين؟ أقول لكم هتلكك لكم زي الدكاترة بقى، متسألوش يبقى فاهمين يا مش فاهمين؟ إن شاء الله تكونوا فاهمين يعني.
بقيت تراك واحد بس الجراوند ده. بس يا عم كده البوردة شوف شكلها. ده شكل البوردة في البوتوم لاير. الاثنين الاثنين البدات تتلحم فوق ومن تحت، دي مشكلة. تمام دي تي ار اير وير. ماشي. طب حتى حاجة زي دي انت لو نسيتها ممكن تتعالج عادي، لان الاتنين قريبين من بعض. المهم حط بقى، نعمل البوليجون هنا على البوليجون كده، نقول له ستوب، نقول له اصغر اصغر حاجة، حط انا ذات نفسي الشيء. عشان الناس اللي لسه حاضرة أول مرة، البوليجون ده إن أنا بعمل فيل أو بملى المكان اللي أنا مش محتاج فيه نحاس، بملى نحاس عشان ما يغيبش في التخمين. جاي على نفسي كده ليه؟ عشان المسافة تبقى أكرب بالظبط. لما أقف عند مربع يوقف عند، تمام. أقول له سمولي جراوند. نعمل كنترول ايه، تشينج ايزوليت، خليه 6 من 10، اقول له تشينج جروب. تمام لما اجي الحق ما الاقيش ايه، صفات قريبه من بعضها. ده ايه تاني؟ البوتوم لاير. عم بقوله من تاني هنا، البوتوم لاير. المهم النقطة اللي هبدأ منها انهي ايه؟ عندها ممكن تحدد جزء من البوردة بس تعمل عليه بولبن براحتك. اهم حاجة ان يكون مسار مغلق. يعني انا جيت دلوقتي كده عايز احدد بس نص البوردة ده بس، او مثلا امشي بالشكل ده كده وانهي هنا كده مثلا، واقول له جراوند. يعتبر خلصنا البوردة دي، انا اعتبر خلصنا دي كده. عاوز تعدل مثلا، تيجي بقى تسحب كده البوليجون بتاعك، تعدل تاني زي ما انت عارف. سهرتنا للصبح والله، يعتبر كده. عايزين يعملوا حاجة تانية؟ ما عنديش مشكلة، عايزين نشوف البرنر اللي الباشمهندس كان بيتكلم عليه ونجيب السمارت سيركت ونعمله دلوقتي، ما عنديش مشكلة. مقاومة قيمتها صفر، ما هي إلا شورت سيركت. يعني ممكن تحطيها عندك جامبر في الدايرة، مش محتاجة دي. الجامبر ده بقى عبارة عن سلك، أنا مش محتاج السلك ده، أنا مش محتاج أحط سلك في الدايرة فيبقى شكلها مش لطيف. مش فاهم يا مصطفى، نعمل بورد في مايكرو كنترولر جديد ولا نعمل مايكرو كنترولر في بورد جديد ولا ايه؟ مش فاهم.
واحد بشوف واحد بقول لك السيشن الجاي. خلينا بس نخلص دي. هو مصطفى اللي انا عايز اوصله لك والله سواء 32 بت من 8 من 16 مش هتفرق معانا في الراوتنج، فاهم قصدي؟ قد ان هو كنترولر يعني انا لو بنعمل حاجه اهم حاجه بالنسبه لي انها تكون موجوده في السوق، يعني انت لو هتستفيد منها بعد كده وحبيت تطبقها عملي تقدر تنفذها. لان ايه الفكره ان انا اعمل حاجه والمكونات بتاعتها مش موجوده، انت لما تيجي تطبقها عملي كده مش هتقدر تستفيد منها. انا بقولت لما قلت 25 60 موجود، يعني هتلاقيه موجود في اغلب الالكترونيك ستورز. في ناس بتتكلم بس انا مش سامع صوت والله. بتسمعني طيب؟ في اردوينوز اف بي جي ايه؟ في اردوينو بيزد ارم يعني حاز. يعني عليه ارم كورتكس اللي هو الاردوينو ديو 32 بت. ايوه ما هو في، ما هو في اردوينو ديو يا جماعه اقسم بالله اهو ثواني بس اردوينو. بص ذا اردوينو ديو از فيرست اردوينو بورد بيزد اون 32 بت ارم كور مايكرو كنترولر 54 ديجيتال ان اوت 12 انالوج 2 ديجيتال انالوج كونفرتر في كان موديول. تمام اي حاجه بقى انت محتاجها تلاقيها موجوده فيه زيه زي الاردوينو الميجا، بس ده بيزد على ايه؟ على الارم. تمام فانا بقول لك هي 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 بالظبط نفس في كل حاجه زيها زي الارم، بس الفكره ان هو باور في البرتو في ايه؟ ده 48 84 ميجا هرتز، انما البتاع ده الميجا، الميجا هتلاقيه كام؟ هتلاقيه حوالي 16 مثلا، فاهم قصدي؟ ماشي عايزين نعملها ماشي مش مشكله، تعتبر مش ما تعتبرش هاي سبيد قوي يعني، فاهمني؟ ما بيقول لك ان الحاجه الاقل من 30 ميجا، من 30 ميجا فما فوق تعتبر هاي سبيد، بس دي تعتبر مش هاي سبيد قوي يعني. اف بي جي اي بيزد اردوينو ولا اردوينو بيزد اف بي جي اي؟ انا ما شفتش صراحة اردوينو بيزد اف بي جي اي. في اشكال والوان يا جماعة، يعني انت جيتش بالبوردز بتاعت الاردوينو دي في منها اشكال والوان واحجام، في حاجات اللي هي الحاجات البنات اللي هي الصغيره دي مدوره والكلام ده، في حاجات خاصه بالاي او تي. يعني هما دلوقتي كل توجههم دلوقتي للاي او تي، بلوتوث لو انرجي. تمام تمام هتلاقي هنا برضو اللي هي الام ام ام كي ار دي معتمد على البلوكس اللي هو الخاص برضو بالبوزيشن، الكلام ده كله الاي او تي. اي او تي برضو نفس الوضع. ايدج دي بقى بتشيل اوبريتنج سيستم والكلام ده، دي حاجات باورفول كتيره. يعني هما دلوقتي زي ما بقول يعني توجههم كله اتجاه الاي او تي. في الين، في بوردات صغيره عايز اوريها لك دور عليها انزل بس تحت مش موجوده عندهم دلوقتي، تعالى نجيبها نجيبها من بره. اردوينو بورد في بقى الليلي باد حاجات كده، يعني البورده كلها اصلا صغيره عباره عن دايره كده. تمام وانت عشان تبرمجها بتوصلها بي يو اس بي تي ال من بره اهو، دي اشكال الاردوينو. ده الاردوينو اللي هو مش عارف شايفينه ولا لا، الصورة لسه بتحمل.
اردوينو البنفسجي اللي في النص ده ليلي باد برضه بيز 2328، والبنات عباره عن اللي هو شكل الورده اللي بره ده، بنات البرمجه اهي تمام. في اشكال كتير بقى من الالبين، دي اشكال تانية واحجام والوان. في طبعا اردوينو الميجا، في اردوينو ين، في اردوينوهات كتير يعني، في اصدارات كتير اتعملت بس مش كلها نفعت ومش كلها اشتغلت ومش كلها مش، في حاجات معينة أثرت مع الناس والناس بدأت تتجاهلها. الأردوينو ديو ده مصطفى الناس بتستخدمه لما يكون محتاجين يحطوا مثلا بتاع ده، حاجة محتاجة بسنج عالي زي الماوس أو الكيبورد أو الكلام ده، لما يبقى في كوميونيكيشن مع اللاب يعني، ومحتاج تعمل تبعت ماسيف داتا أو تستقبل ماسيف داتا أو الكلام ده. في الميني والمايكرو، في اصغر اردوينو اتعمل بقى اللي هو الاردوينو بيكو، حاجه كده اصغر بوردة اردوينو اتعمل. دي بقى دي تفيد الناس بتاع السايبر سيكيورتي، ممكن تعمل بيها تشغلها كداتا لوج، انها تعمل داتا اكوزيشن بس تمام. دي اصغر بوردة اردوينو، شايفين حجمها قد ايه مقارنه بايده؟ تقريبا على الكنترولر بس اهو، ده شكل البوردة من الجهة التانية، ادي الكنترولر والبنات اللي ممكن تستخدمها. الترانسميت تي اكس والار اكس هم اليو ار، دول اهم حاجة بالنسبة لك. الريسيت، وفي عندك ادي 1 2 3 ديجيتال، ودي كمان هنا كمان 2 ديجيتال، يعني عندك 5 ديجيتال و3 انالوج، وفي سي والجراوند عايز تاني، وفي اتي تايني 85. دي برضه بوردة صغيرة حجمها صغير جدا، يا دوب بتركب في اليو اس بي يطلع لك الجزء اللي انت شايفه ده بس، تعتبر هي والبيكو يعتبر مش يعني ما فيش مقارنة بينهم تمام. بس البيكو باورفول كمان عندي. انتوا بقى براحتكم، انا بقول لكم في دلوقتي كنترولرز كتير، عشان الناس لما تيجي تشتغل على الدوائر دي تشتغلوا على الدوائر اللي هتبقى كجيف اوي في النهايه، انت اللي هتختار الكنترولر، انت اللي هتختار المكونات اللي هتكون في البورده، فانت بقى بتحدد ايه اللي هيبقى احسن. عايز تسالني في اي حاجه، عايز تناقش في حاجه، انا ما عنديش مشكله، ابعت لي في اي وقت، ابعت لي على الواتس، ابعت لي على لينكد ان، اي وقت تمام. خلينا نرجع نكمل البروجرام بتاع ده. السيشن الجاي يعني يا ريت كروني نعرف ازاي نعمل هيت سينك على البورد، يعني انا اشرح جزء الهيت سينك، ازاي اعمل جزء بير كفر او نحاس يكون يعني فيما معناه ان هو عريان يعني ما لهوش فولدر وصل، بحيث لما المصنع يصنع لي يسيب لي الجزء ده مثلا من البورده ما لهوش فولدر وصل، بحيث ان انا استخدمه ان انا افرغ فيه الحراره تمام. جينا كده نشوف شكل البوردة، هذا الشكل اللي هو التوب، وادي البوتوم سايد، ممكن بقى ايه نظبط بقى، نيجي كده نخفي نقول له بريست توب او بريست ستاندرد مثلا، ايه توب نقول له اوكي، كريستالة مثلا مش محتاج اسم كريستالة، محتاج رقمها ورقمها ظاهر اهو، اسم ال ده هنا كده اسم الليد،
ماشي. يعمل اردوينو 64 بت، تجيب له كنترولر من ايه؟ فين الكنترولر ال 64 بت اللي هتستخدمه؟ انت عارف انت لو اتمسكت كنترولر 32 بت في مصر تروح في داهيه، يقول لك ده انت بتعمل وبتعمل بيه. بص اسكت خلينا ساكتين. كنت اللي كان بيبقى ماشي، لا كان بيبقى ماشي الراسبري باي، بيبقى ماشي بيستخبى بيه. لا انا بخوفك، انا بخوفك مش بخوفكش، لا انا بخوفك اللي انا شفته، انا بخوفك. انا قلت لك انا ناس صحابي بتاخده، اقسم بالله بمواتير، بمواتير، مش هقول لك بقى براس بريفاي او كنترولر، بمواتير. وكلامي اهو، كلامي متسجل، حاسب عليه يا عم. لو بكذب يا رب، يا رب لو بكذب انا كده كده بتحاسب عليه. شوية سيليكون بعرفهم، بقول لهم ده شوية سيليكون. هما يعرفوك بقى، يعرفوك معنى السيليكون الحقيقي، يقول لك السيليكون اللي هو في سيليكون فالي بقى. خلينا نضيف هنا بقى الايه، مسميات 5 فولت. محتاجين نفوت الجينين، نصغر الاسم شوية. هقول لك بقى ايه، مصطفى الله يرحمه اخر مره كان بيحضر سيشن، اخر مره شفناه كان في سيشن. كده كان صور دي كده. لا مش هنعرف نعمل السلك سكرين يا عمر، بس السلك سكرين ده لو عملناه اسود هينزل على النحاس وهيغطي لنا النحاس ومش هنعرف نلحم الدوائر. تمام انا بظبط السلك سكرين بس لينا احنا، فاهمني؟ قاعد لينا احنا واحنا بنعمل البول. ده كده شكل البوردة فوق وتحت جهتين يعني. نقول له بقى ايه، تمام كده بالنسبة لنا. ما انا عايزين بقى نعمل اكستراكت للملفات، اجي كده اعمل سيف الاول. ماشي يو اس بي تي تي ال، وده سيشن جيس. والله السيشنات البي سي بي دي احنا كنا بنتفق عليها، قلت لهم يعني
ست سيشنات هيبقى كتير قوي عليهم، ست سيشنات كان كل سيشن محطوط لها ساعتين يعني. المفروض اللي هو السيشنات بتاعك كان زمانك خلصانه من تالت سيشن. بس يلا، انا بحب طبعا الناس عندها شغف انها تحضر وتتعلم. نيجي بقى نعمل ده، نعمل هايد لللايرز، نقول له زير للتوب والباد والبايا، تمام. تاني دامج اقول له اوكي، ممكن اجي اكبر الدامج شوية. ده كمان كنت العب بتاعي باي زيرو. طب يا عم الباي زيرو، الباي زيرو مشكلة الباي زيرو يعني ما تعتبرش في نطاق ال، بس ال دبليو دي وايرلس ممكن يكونوا ايه، اصل انت الجامعات ليها حق تعمل تصريح، فاهمني؟ يعني الجامعات انت اصلا لو عايز تدخل موديول خاص بالكوميونيكيشن والكلام ده زي ما قلت لك ممكن تدخله على السن انت. يعني ايه اللي حصل ده؟ ممكن تدخله على السن انت شغال في مشروع تخرج كده. دخل على سنة شغال في مشروع تخرج بس بيجيب تصريح من نترا، من وزارة الاتصالات. اعمل لا 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 مش الكلام ده، قالوا لك كل الجمارك تتبرع بيه للجامعة. لا انا بحسب كل الجامعة ذات نفسها اللي جايبان. ماشي، انا بقول لك اهو ده اللي بيحصل في الحالات اللي زي دي. لو انت عايز تدخل حاجات زي كده في مشروع تخرجك بتجيب بقى تصريح، بتجيب بقى تصريح. ده اللي بص ده ربنا يعوض عليك فيه. باص تاني، هو ايه اللي حصل؟ هو انتوا بتعملوا فيه اصلا؟ الباص دي يبقى كده المشكلة مش في الراسبر، المشكلة في كنت اس دي. طب ما انتوا بقى يعني خلوا بالكم الموضوع ده، انا لسه بتكلم فيه، المفروض تخلوا بالكم الموضوع ده. انت ممكن تجيبوا اي اس دي جلاف تعملوا وتشتغلوا بيه، موجودة عند رام، ممكن تطلبها تجيلك ايا كانت المحافظة اللي انت فيها. مش عارف موجودة في اسكندرية، لو انت في اسكندرية مش عارف موجودة في ميكرز ولا لا، ممكن تشوفها لو موجودة في ميكرز. اي اس دي جلاف، في اس دي، في اي اس دي ريست باند بتلبس على الايد كده وتوصلها في اي حاجة معدن انت شغال عليها بحيث تفرغ الشحنات اول باول. بتعمل بروتوتايب لإيه؟ يعني لو حاجة ما تستاهلش ستارت اب جديدة، حد عمل ستارت اب يعني تمثله بروتوتايب ولا إيه؟ تمام، سوفت وير انجينير بتقدم سوليوشنز للايه بالظبط؟ هذا كده اللي بتم مطلوب الباير دايمنشن، واعمل لهم برنت. اهم حاجه في التوب هعمل له ميرور، تمام، واسميه
شيل دي دي ولو سيف اتاكد تاني، هعمل برنت تاني اتاكد ان انا اختار A4. الماس A4 اهو. الإنجليزي داخل في العربي، حاول توضح أكتر كده، لأن أنا بالنسبة لي أنا شايف الإنجليزي دلوقتي والعربي الاتنين زي بعض، مش عارف أجمع ده منين. كنا شغالين على بروتوتايب كده للجهاز بيعمل يعني زي كاميرا كده صغيرة تتحط جوه البق عشان تشوف مثلا المشاكل الموجودة فيه، وبيكون فيه لايف شات مع دكتور سنان يعني. فما كناش وانا دخلت الاساسا الستارت اب متاخر، الستارت اب متاخر وما كانش عندنا وقت، واساسا كانت في راسبيري باي جوه واللي كان قبلي شغال بيها على طول يعني. فانا معاك. كملت يعني مسحت خالص وكملت من اول وجديد، بس انا كان قدامي يومين فما لحقتش اعملها باي في ار، كان الاي في ار عايش. هيطول. لا ايه في ار اصلا مش هينفع. هو ايه كان في معايا كان ار، عايز اعملها باي في ار، هو قال هو كان عايز اعملها باي في ار بس الوقت بتاعنا ما كانش هيسمح. ما انا انا بقول قلت لك ما ايه في ار، ايه في ار مش هتنفع. ليه؟ ايه في ار كام ليه؟ بت البت تقريبا 60 بت. بالظبط؟ مش هينفع معاها ستريمنج الكاميرا دي. تتكلم في الصور، الصور بتاعتك تبقى كبيرة، الداتا ريت بتاع 8 بت ده تبقى قليلة جدا جدا جدا، يعني هتقرفها، مش هتنقل صور خالص. انت مينيمم محتاج ال 32 بت عشان تنقل بيها داتا مستريح، اللي هو وانا اردوينو عشان ديو مثلا. لا ما اردون الديو هتبقى غاليه جدا يعني، برضه احنا كنا المفروض ما نعديش عن التكلفه يعني. التكلفه كانت في حوالي ماشي 500 جنيه طب ماشي، هو الاردوينو ديو بكام؟ وبعدين انت جايب الاردوينو. الباي زيرو بكام؟ احنا جايبين، ما احنا جايبين باي زيرو ده المفروض تحت يعني، المفروض مش تبع ال 500 ده الباي زيرو ب 650، ثلاث او ثالث واحد اهو. ماشي، انا بقول لك هنا في ديو، انا عايز اوري لك الاردوينو ديو ده. ديو كبير يعني، كبير شوية صح؟ 475 جنيه هو حجمه كبير، هو حجمه حجم الاردوينو الميك، أصلاً احنا المفروض فاهم ما قصدي؟ كناش يعني هو حجمه حجم الاردوينو الميك. غير كده انت الاستريمنج شغال على ايه؟ بتقول ايه؟ ولا بتتعامل مع الكاميرا ازاي؟ هو في اصلا في كاميرا شغاله مع الراسبري باي، وبنعمل طبعا ان هو اخترنا الاوبريتنج سيستم اللي هشتغل عليه يعني، بدل ما هنكتب سوفت وير جديد احنا هنشتغل بالباي لايت، وهنعمل ستريمنج بقى من على الكرنل بتاع لينكس اساسا يعني، هنشتغل بستريمنج من لينكس، فالبروسيسنج بتاعها تمام. هتكون قليله شويه. وانا عن نفسي انا بحب لينكس جدا يعني، انا المين اوبريتنج سيستم بتاعي لينكس اساسا، فكان ما طولش يعني معايا. بس المشكله ماشي، هو انت في كده، الجراوند، انا ما كنتش باك جراوند هو نفسي انت، خالص، فحرقت الاثنين. ما هي المشكله، وانت خلي بالك انت برضه لما تيجي اثنين ليه في اور، مش هتلاقي الفيتشرز اللي انت مستمتع بيها دلوقتي في ان انت معاك اوبريتنج سيستم. ايوه بس انا مش هشتغل لو على اي في ار يعني، مش هختار ده، لو على اي في ار انا كنت هختار ميبس. ماشي، ممكن كارتس يعني، والله ممكن، بس برضه يعني هو المفروض هو كل اللي هيديه لك كتايم شيرنج، انما مش هيديك برضه الفيتشرز اللي بيقدمها لك الاوبريتنج سيستم العادي، اللي هو الاوبريتنج سيستم بقى ككيرنل وكده. ما انا المفروض بقى، المفروض انا هبنيه، المفروض بقى انا اعملها يعني، المفروض والله جرب، مش هتخسر حاجة ربنا يسهل. يا رب. بس هو اللي انا بفكر فيه مثلا هو يبقى ما يعملش ايمج بروسيسنج للصور على البروسيسور نفسه يعني، هو يدوب لا يكابشر الصور ويبعتها يا والتليفون هو اللي ريت، يعمل البروسيس. هو اساسا مشكلة ال AVR اصلا ما يقدرش، اي مايكرو كنترولر اقل من 32 بت ما يقدرش يتعامل مع الصور، لان الداتا ريت هيبقى قليل جدا. صحيح، كان عندنا واحد في الجامعه شغال على اي اس بي اسمه ده 32، كان وكان شغال اوبن سي في ماشي، بروجكت ما عليها، الصوره ما كانتش بتتحرك اي اس اساسا. بي اتنين، ده اي اس بي 32 كمان، ده باور يعني، ده حاجه باور كمان، فاهمني؟
وانت بتقول هو الاستوديو ما كانش بيتحرك لا يعني، هو ده كان شغال مايكرو على الكيبل، كنترولر. انا مش فاكر الاسم بس هي كانت اي اس بي حاجه. ايوه ما هي الاي اس بي 32 هي الحاجه الوحيده اللي باور فول يعني في الفئات الاي اس بي الخاصه بالاي او تي كمان. اه اصل ما كانش